صباح الخير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شاذ. صباح الخير عليك يا جمان، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. في معاملاتنا اليومية بنقابل ناس بمختلف الاتجاهات والأفكار وكمان مختلف الصفات، يعني كل واحد بيبقى نتيجة التربية اللي ترباها بيكون في مجموعة من الصفات، سواء كانت صفات حلوة أو صفات وحشة، لكن لازم تكون بتتعامل مع كل الناس اللي فيها كل الصفات، لان انت كمان بالمناسبه عندك صفات كويسه وصفات مش كويسه. مهما كنت رايق وفرفوش وكده، لازم بتلاقي فيه صفه كده لما بتتعامل مع شخص بتلاقي فيه حاجه بتعصبك غصب عنك، حاجه لا اراديه كده، في حاجه كده. طبعا كلنا بنكره كل الصفات السلبيه، لكن في صفه كده ممكن لما تكتشفها في شخص دي ممكن تقفلك منه، ممكن تعصبك جامد قوي. سؤالنا بيقول ايه اكتر صفه او خصله ممكن تعصبك لما بتشوفها عند حد؟ ايه اكتر صفه يا جمانه ممكن تعصبك؟ لازم صفه واحده يعني. انا طبعا انا عارف ان في صفات كتير، لكن نحاول نختصر مثلا او نطلع بالصفه اللي هي ممكن تعصبك قوي يعني. ممكن الكذب، ممكن الجدال الكتير اللي مش على حق، ممكن الكبر. لا في حاجات كتير قوي يعني، والله لا بجد عارف يعني، لو جيت فكرت في كل صفه لوحدها كفيله فعلا انها تخليك ما تتعاملش مع الشخص، او تخليك الشخص بالنسبه لك شخصيه صعبه. انا مثلا بالنسبه لي فعلا العند من اكتر الحاجات اللي تضايقني من شخص، او الشخص اللي طول الوقت هو بيسمعك يا شاذلي مش عشان يفهم انت بتقول ايه، عشان يرد عليك، عشان يحضر كلام انه يرد عليك بس، مش عشان يسمع او يفهم انت بتقول ايه. في مثلا كمان اكتر حاجات اللي بتعصبني فكره الـ انت طول الوقت محتاج تبرر نفسك للي قدامك، يعني طول الوقت حد محتاج ان انت يدخل في حياتك، طول الوقت محتاج تبرر له افعالك. انت ما ردتش ليه؟ انت ما عملتش ليه؟ في حاجات كده فعلا ما ينفعش تقول صفه، بس يعني في مجموعه من الصفات ما تقدرش تتعامل معاها. طبعا مش بتتكتل في شخص واحد عشان هيبقى لا يطاق من الجميع، ولكن بتبقى موجوده في اكتر من شخص، فممكن تلاقي في العزله دي بالظبط ويستاهل. فيعني لا، في صفات كتير الحقيقه بالنسبه لي انا صعبه، خاصه ان انا شخصيه يعني ستريت فورورد كده زي ما بيقولوا، يعني دغري ما اعرفش الف وادور. فلما بتعامل مع شخصيات بتلف وتدور كتير او كذابه، ما بقدرش اتعامل كتير بصراحه. انت ايه اكتر صفه؟ بصي، على حسب المرحله العمريه يعني. يعني دلوقتي يعني قبل كده مثلا كنت بتعصب قوي لما الاقي حد مثلا بيسرق افكار حد. حد ممكن ياخد فكره حد ويقول ان هي فكرته، كنت دايما اتعصب قوي. لكن دلوقتي ومع الوقت ما بقتش تفرق عندي خلاص، يعني بقيت ممكن اخدها بهزار حتى واضحك عليها مثلا. لكن دلوقتي من اكتر الحاجات اللي ممكن تعصبني جدا لما اكون بتعامل مع حد ان يكون انسان مش واضح. انا احب الوضوح، يعني خليك واضح كده وتعالى قول لي انا بحبك او انا بكرهك، او حتى ما تتعاملش معايا فابقى عرفت ان انت ما بتحبنيش مثلا يعني. او بلاش تيجي من ظهري وتتكلم باسلوب مش كويس، او تتكلم عني من الاساس. فانا بحب الانسان الواضح الصريح اللي جاي يقول اليمين يمين والشمال شمال. لكن الانسان اللي هو المراوغ ده برضو اعتقد ان احنا متفقين في النقطه دي. الانسان اللي هو المراوغ ده اللي مش واضح، اللي دايما يظهر قدامك بشكل وبصفات وبطيبه وبوستات على الفيسبوك كلها عن المحبه والسلام، لكن هو من جواه انسان تاني خالص، واللي قرب منه عارف ده كويس. فده انسان يتخاف منه، النفاق يتخاف منه. طبعا النفاق، نفاق صعب جدا. لا يعني بتبقى قلقان طول الوقت، يعني طول الوقت وانت قاعد مع الشخص المنافق ده وانت بتتكلم معاه او هو موجود، ايا كان نوع المشاعر اللي بيبينها لك انت ما بتبقاش مصدق، فبتبقاش عارف تتعامل مع. مثلا من اكتر الحاجات اللي ممكن فعلا تضايقني كمان صفات كتير قوي.
انا واضح ان ما بحبش الناس في العزله. لا والله لا بالعكس والله، بس هي فعلا انت اللي محتاجه عزله مش ده واضح ان عندي مشكله. بس بتعامل معاك عادي يا ولد، مش حاجه بقى يعني اكيد في. طب انت شايف في الحاجات اللي قلتها فيك اي صفه من الصفات دي؟ انا ما عنديش صفات وحشه الحمد لله. عندي صفات اصلا. لا الزن بجد من اكتر الحاجات اللي ممكن يعني تضايقني، ان شخص يبقى طول الوقت عايز حاجه مثلا فبيزن عليك. يعني مثلا انت طلبت مني حاجه او قلت لي حاجه، فطول الوقت الشخص بيزن عليك، او طول الوقت هو مصر على الشيء او مصر على الحاجه او حتى مصر على رايه طول الوقت من غير ما يفهم، او حد كلمك وانت مش فاضي تلاقي التليفون بيرن اكتر من مره في نفس الثانيه. طب خلاص ما ردناش، ممكن نكون كنسلنا. لا في اشخاص طول الوقت بتبقى قاعده مصر عليك وبتزن عليك، الشيء ده اعتقد بالنسبه لي فيه تدخل وفيه نوع من انواع عدم احترام الخصوصيه. صح. وبيبقى صعب قوي برضه. ده انا ممكن اكون فاضي، انا مش هقول ان انا مشغول، لا ده انا فاضي تمام وشايف التليفون هو بيرن، بس انا فعلا ممكن اكون انا اصلا متعصب، ممكن يكون دماغي مشغوله في حاجه فمش هعرف افيدك، مش هعرف ارد عليك. مش بقول ان انا مشغول او عندي شغل او نايم او لا، انا فعلا صاحي وفعلا شايف التليفون هو بيرن، لكن ممكن اكون انا اصلا مش مستعد ان انا ارد عشان متعصب. فبالمناسبة يعني انا لو رديت في الوقت ده ممكن العصبية اللي عندي دي ممكن تطلع على الشخص اللي انا بكلمه، لانه هو في الاول زي ما جمانة بتقول زنان وفي نفس الوقت انا متعصب، فاحنا الاثنين هندخل لا لازم في مشكلة هتحصل. طبعا. طب احنا بنتكلم دي عن صفات ممكن تخليك تبعد عن شخص، بس في صفات احيانا بتكون موجودة في الناس اللي قدامك بيبقى رد فعلك مباشر وفوري. صفات وحشة؟ يعني صفة ممكن تخلي رد فعلك في وقتها مش ان انت تبعد عن الشخص. لما يكون رغاي. انا بالمناسبة بحب الانسان قليل الكلام قوي، يعني انا بحب الانسان اللي كلام لا لسه فاضلنا وقت لسه. انا احب الانسان اللي هو كلامه قليل، يعني في ناس كده تقعد معاهم تلاقيه مثلا بيفضل يتكلم ويشرح ويحكي عن نفسه ويحكي عن تاريخ حياته ويحكي عن انجازاته ويفضل يحكي طول ما هو قاعد. فبصراحه يعني مع الوقت بيبقى كتير قوي، خلاص انت مفيش منك اتنين يعني بالهداوه يعني. فالانسان اللي هو اللي بيتكلم كتير ده انا ما احبش اقعد مع حد من الناس اللي بتتكلم كتير، يعني كلمتين ونسكت شويه. صح، نتكلم كلمتين ونسكت شويه، انت هتفضلي ساكته بقى خلاص. انا خلاص بقى سبتك. لا انا ممكن بالنسبه لي الكبر، ان حد او ان حد يستقوى على حد اضعف منه، او ان حد يعني يتعالى، او ان هو زي ما احنا بنقول كده بلغتنا الدرجه البسيطه ان هو يتمنظر على حد اقل منه او يستقوى على حد اقل منه. انا بالنسبه لي ممكن ما اقدرش اسكت او اشوف المشهد ده واسكت، او حتى ان انا ابعد عن الشخص ده. رد فعلي فعلا بيكون فوري، او ان يكون حد حتى بيحاول انه يقلل من الشخص اللي قدامه، او حتى بيحاول ان هو يتعدى على كرامتي او يتعدى على الحدود اللي انا رسمها له، رد فعلي كمان بيكون فوري يا شاذلي. كلامك مظبوط، وكل دي صفات بالفعل هي صفات منبوذه ما نحبش ان احنا نشوفها، ما نحبش نتعامل مع شخص بهذه الصفات، لكن بنتعامل معاهم لكن بنتعصب. على كل ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك، ايه اكتر صفه ممكن تعصبك لما تشوفها في حد؟ ده سؤالنا الموجود في انتظار اجابات حضراتكم عشان نستعرضها خلال حلقتنا النهارده. بنصبح لحضراتكم مره تانية، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر. دلوقتي خلينا نروح نصبح على زميلتنا هاله الحملاوي ونروح نتعرف منها على اخبار الطقس في القاهره والمحافظات، وكمان نعرف منها ايه اكتر صفه بتضايقها من الشخص اللي قدامها. هاله صباح الخير عليكي. صباح الفل يا جمانة. صباح الخير يا هاله. صباح الفل يا شاذلي. قولي لنا بقى ايه اكتر صفه ممكن تضايقك من الشخص اللي قدامك؟ لا حاجات كتير، يعني انا قاعده استمعاكم من بدايه الحلقه وعمال اقول ايوه انا كمان دي كمان بتضايقني. انا كمان عندي نفس المشكله، بس انا يمكن انا بشكل شخصي في حاجتين تحديدا بيضايقوني. يمكن عشان انا برج الاسد، فانا اي حد بيحاول او بيفكر يدوس على كرامتي باي شكل من الاشكال بيلاقي رد فعل عنيف somehow يعني الى حد كبير. والحاجه الثانيه الناس اللي بيقولوا عليهم عندهم نيجاتيف انرجي او طاقه سلبيه، لان الناس دي بتبقى عندهم بقى كوكتيل من الصفات اللي انتوا اتكلمتوا عليها دي، تلاقيه على طول بيشتكي، على طول مش عاجبه احواله. صحيح. على طول متضايق، يجي يصدر لك كل الحاجات دي، وبعدين تكتشف انه المشاكل اللي بيتكلم فيها دي حاجات عاديه وعند كل الناس، لان مفيش حد ما عندوش مشاكل. صحيح. يعني ربنا قال سبحانه وتعالى وخلقنا الانسان في كبد. فلما تقعد واحده 3 ساعات زن 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 على ان اولادها ما بيسمعوش الكلام مثلا، كلنا اولادنا ما بيسمعوش، فانت تتاثري
فانا بلاقي نفسي صدعت وبلاقي نفسي بدات اتوتر واتعصب. بتلاقي نفسك اتضايقتي انت مش عارفه انت اتضايقتي ليه. وفي برضو نفس الناس دي لما تيجي انت تشتكي لهم تلاقيهم ما بيسمعوش مش بيعلوا عليك يعني مثلا انا ما نمتش من امبارح. انا ما نمتش من اول امبارح. طب يعني انا ممكن عندي مصيبه كبيره وهي المشكله ما نمتش من امبارح. جوزي اتخانق معايا مش يعني حاجات برضو غريبه بتحصل يعني بتحصل. فالناس اللي بتقعد اللي هو بيقولوا عليهم شكايين بكايين دول طول الوقت دول بيستفزوني انا بشكل شخصي. ممكن اقطع علاقتي بالناس دي عادي جدا مفيش مشكله. اتفضلي يا هلا. ميرسي جدا يا جماعه. خلونا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده الطقس هيكون حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد. في نشاط للرياح على اغلب انحاء الجمهوريه قد تكون مثيره للرمال والاتربه على شمال وجنوب الصعيد. كمان في فرص لامطار خفيفه على فترات متقطعه على السواحل الشماليه الشرقيه وشمال الوجه البحري. درجه الحراره النهارده في القاهره 30، اعلى درجه حراره هتكون في اسوان 35، واقل درجه حراره في مطروح 22. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شويه. امبارح القى سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمه امام الدوره العاديه ال 32 لقمه مجلس جامعه الدول العربيه بمدينه جده بالمملكه العربيه السعوديه. قال الرئيس في كلمته أن منطقتنا مرت خلال السنوات الأخيرة بظروف استثنائية قاسية هددت على نحو غير مسبوق أمن وسلامة شعوبنا العربية وأثارت في نفوس ملايين العرب القلق الشديد على الحاضر ومن المستقبل. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتوجه بالشكر لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود رئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. كما أود أن أعرب عن خالص التقدير للجهود المخلصة التي بذلها أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في سبيل دعم العمل العربي المشترك خلال ترأس الجزائر للقمة العربية. الإخوة الأعزاء، لقد مرت منطقتنا خلال السنوات الأخيرة بظروف استثنائية قاسية هددت على نحو غير مسبوق أمن وسلامة شعوبنا العربية وأثارت في نفوس ملايين العرب القلق الشديد على الحاضر والمستقبل. لقد تأكد لكل ذي بصيرة أن الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها فرض عين وضرورة حياة لمستقبل الشعوب ومقدراتها، فلا يستقيم أبداً أن تظل أمال شعوبنا رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية التي تفاقم من الاضطرابات وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود. إن الاعتماد على جهودنا المشتركة وقدراتنا الذاتية والتكامل فيما بيننا لصياغة حلول حاسمة لقضايانا أصبح واجباً ومسؤولية. كما أن تطبيق مفهوم العمل العربي المشترك يتعين أن يمتد أيضاً للتعامل مع الأزمات العالمية وفي القلب منها مؤسسات التمويل وبنوك التنمية الدولية التي ينبغي أن تكون أكثر استجابة لتحديات العالم النامي، أخذاً في الاعتبار أن حالة الاستقطاب الدولي أصبحت تهدد منظومة العولمة التي كان العالم يحتفي بها وتستدعي للواجهة صراعاً لفرض الإيرادات وتكريس المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد تابعنا بالحزن والألم تصاعد حدة بعض الأزمات العربية خلال الفترة الماضية، لا سيما ما ينتج عن أعمال التصعيد غير المسؤولة من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وآخرها ما شهده قطاع غزة. وبينما تؤكد مصر استمرار جهودها لتثبيت التهدئة، إلا أننا نحذر من أن استمرار إدارة الصراع عسكرياً وأمنياً سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء. ولعله من الملائم أن نعيد اليوم تأكيد تمسكنا بالخيار الاستراتيجي بتحقيق السلام الشامل والعادل من خلال مبادرة السلام العربية وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واشتعلت كذلك أزمة جديدة في السودان الشقيق تنذر إذا لم نتعاون في احتوائها بصراع طويل وتبعات كارثية على السودان والمنطقة. كما تستمر الأزمات في ليبيا واليمن بينما بما يفرض تفعيل التحرك العربي المشترك
لتسوية تلك القضايا على نحو أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. وفي نفس السياق، فإن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تعد بمثابة التفعيل العملي للدور العربي وبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية استنادا إلى المرجعات الدولية للحل وقرار مجلس الأمن رقم 2254. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، مع إدراكنا أن الأمن القومي العربي هو كل لا يتجزأ، فقد حان الوقت لأخذ زمام المبادرة للحفاظ عليه، بما في ذلك من خلال الخطوات المهمة التي بادرت بها دولنا في الفترة الماضية لضبط إيقاع العلاقات مع الأطراف الإقليمية غير العربية التي نتطلع منها لخطوات مماثلة وصادقة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ختاماً، أؤكد أن مصر بما عهدتموه عنها على الدوام ستدعم بكل صدق والإخلاص جميع الجهود الحقيقية لتفعيل الدور العربي، إيماناً منها بأن المقاربات العربية المشتركة هي الوسيلة المثلى لمراعاة مصالحنا وتوفير الحماية الجماعية لشعوبنا ودفع مسيرة التنمية خطوات كبيرة للأمام. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا، وعلى هامش الأحداث اللي حصلت امبارح في القمة العربية، كان في عدد من اللقاءات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منها لقاءه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمدينة جدة، كمان لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي. كمان من ضمن اللقاءات اللي جمعت سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من القادة والرؤساء، كان في لقاء مهم جدا برئيس التونسي قيس سعيد، وأيضا التقت الصورة التذكارية مع القادة العرب، وأخبار تانية كتير هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة حصلت امبارح، أبرزها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية. الأمير محمد بن سلمان رحب بالرئيس وأعرب عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعب، وأشاد بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة، مؤكداً تطلع السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات. من جانبه، أعرب الرئيس عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأكد سيادته اعتزاز مصر بالروابط التاريخية اللي بتجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتقدم الرئيس بالتهنئة لسمو ولي العهد على تولي السعودية رئاسة القمة العربية في دورتها 32، معرباً عن تمنيات مصر وثقتها في نجاح السعودية في تعزيز العمل العربي المشترك خلال الفترة المقبلة. وتطرق اللقاء لسبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين. أيضاً امبارح التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني. الرئيس أكد الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، معرباً عن خالص التمنيات بالنجاح في إدارة عمل الحكومة اللبنانية خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخ لبنان بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني في تحقيق المزيد من التقدم والأمن والاستقرار ويساعد على تخطي الأزمات اللي بتواجه لبنان مع إجراء الإصلاحات اللازمة لتجاوز المرحلة الدقيقة الراهنة، وأكد أهمية إعلاء المصالح العليا للشعب اللبناني. وتناول اللقاء كذلك سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا العربية. كمان امبارح التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية على هامش مشاركة سيادته في القمة العربية بجدة. الرئيس أعرب عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية اللي بتجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، متمنياً كل التوفيق والنجاح لتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد خلال هذا المنعطف الهام من تاريخ الشعب التونسي، ومؤكداً تطلع مصر لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، مع دعم مصر لكافة الجهود الجارية لمواصلة مسيرة التنمية والإصلاح بتونس. وتناول اللقاء أيضاً تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في السودان وليبيا، وتوافق الرئيسان على تكثيف التنسيق والتشاور في هذا الصدد بهدف دفع جهود تسوية الأزمات القائمة واستعادة الأمن والاستقرار لصالح الشعوب العربية. امبارح التقت القادة والزعماء العرب المشاركين في القمة العربية في دورتها 32 صورة تذكارية قبيل انطلاق أعمال القمة الرسمية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير شمل انفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 13 حتى 19 مايو، وتضمن الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. أما بالنسبة للأخبار اللي حصلت في محافظات مصر امبارح، فعندنا مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة، أبرزها ختام فعاليات الملتقى الثقافي 11 لشباب المحافظات الحدودية في مدينة العريش، وأيضا تشغيل وحدة طب أسرة الظافر وأبو ميلاد في براني تجريبيا في محافظة مطروح. أيضا شاذلي معانا مطار مرسى علم بيستقبل 118 رحلة طيران دولية من 10 مطارات لدول أوروبية خلال أسبوع، وأيضا تنفيذ 97.5% من محطة رافع القصبي ضمن مبادرة حياة كريمة بالشرقية. محافظات مصر شهدت مجموعة كبيرة من الأحداث والأخبار، أبرزها ختام فعاليات الملتقى الثقافي 11 لشباب المحافظات الحدودية أهل مصر في قصر ثقافة العريش، واللي أقيم في محافظة شمال سيناء بمشاركة 100 شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان ومن الشلاتين وحلايب وأبو رماد في محافظة البحر الأحمر ومحافظات شمال وجنوب سيناء وشباب من محافظة القاهرة. كمان أعلنت مديرية الصحة في محافظة مطروح بدء التشغيل التجريبي لوحدة طب أسرة الظافر وأبو ميلاد بإدارة براني الصحية غرب مطروح ضمن منشآت خدمات الرعاية الصحية الأولية للتيسير على المواطنين للحصول على الخدمات الصحية بدون عناء أو مشقة. بيستعد مطار مرسى علم الدولي وفنادق المدينة الساحلية لاستقبال 118 رحلة طيران دولية جاية من المطارات الأوروبية وعلى متنها 33 ألف سائح بداية من النهاردة والحد يوم الجمعة اللي جاية حسب جدول التشغيل لرحلات الطيران المعلنة في مطار مرسى علم الدولي وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة. شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الشرقية أعلنت أنه جاري إنهاء الأعمال الأخيرة لمحطة رافع الصرف الصحي لقرية القصبي غرب التابعة لصان الحجر، وده ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لقرى مركز ومدينة الحسينية، ووصلت نسبة تنفيذ المحطة لـ 97.5% ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الفترة اللي جاية. بتستعد محافظة الإسماعيلية لتدشين أولى جلسات الحوار المجتمعي تحت عنوان يوم للناس لمناقشة كل ما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل وتطويرها لصالح المواطنين، وده بمشاركة جميع التنفيذيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجامعة قناة السويس وممثلين عن أطياف المجتمع المدني بغرض انعقاد أول حوار مجتمعي لصالح تطوير الخدمة الصحية يوم الأربعاء اللي جاي. مديرية الصحة في محافظة المنيا أكدت أنه تم تنفيذ فعاليات قافلة طبية بقرية الأمل التابعة لمركز المنيا، وتم توقيع الكشف الطبي على 1808 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة ليهم بالمجان وتحويل الحالات اللي محتاجة تكمل علاجها للمستشفيات، وشملت مختلف التخصصات بالإضافة لعمل ندوات تثقيف صحي وتم استخدام 9 عيادات متنقلة. الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع محافظة الأقصر أعلنت عن بدء العمل في المبادرة الخاصة بالفحص الطبي لطلاب المدارس استعداداً للعام الدراسي اللي جاي، وده للطلاب المقبلين على الصف الأول الابتدائي ومرحلة أولى حضانة أو KG1. أما بالنسبة للمراحل التعليمية الأخرى فهيتم الإعلان عن مواعيدها تباعاً. دلوقتي خلينا نروح لسؤال الحلقة مرة تانية، خليني أفكركم بالسؤال. السؤال هو إيه أكتر صفة ممكن تعصبك من اللي قدامك؟ في مشاركات كتير الحقيقة، واضح إن في حاجات كتير بتعصب ناس كتير يا شاذلي. واضح الناس كلها متعصبة بس مش على الصبح كده يا جماعة. طيب في علاء هارون بيصبح علينا صباح الخير على حضرتك، بيقول أول حاجة أحب أهني النادي الأهلي على الفوز، طبعا ألف مبروك للنادي الأهلي، وبيقول أكتر حاجة بتعصبني الخيانة والكذب والنفاق والصوت العالي والإنسان اللي بوشين. كفاية يا أستاذ علاء كده، اختار صفة واحدة يا أستاذ علاء عشان ما تكركبش الصفات عليك يعني. عبد الرحيم عيد بيقول صباح الفل على مصر وأهلها الطيبين، أكتر صفة بتضايقني في الإنسان اللي قدامي هي الأخلاق السيئة في الأقوال والأفعال، يعني تلاقي شخص يتكلم بكلام بذيء ويقسو في كلامه على الآخرين، ده بالإضافة إلى الكذب، برغم أن الصفات السائدة لدى المصريين هي الأخلاق الحسنة والصدق والرحمة واللين في الكلام مع الآخرين. في جودي ومحمد
اكتر حاجه تضايقك انك تلاقي الواحد من دول على طول بيشتكي ومفيش شكر لله ولا حمد على النعم الكتير اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديها له. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا مصر. يعني نفس فكره كمان هاله. طب طيب، في رامي رشدي بيقول اكتر صفه ممكن تضايقني هي الكذب. في يوسف طلعت اكيد المتكبر. محمد اسماعيل، اكتر صفه ممكن تعصبني لما بشوف حد هي الكذب، لان الكذب هو تزييف الحقائق وبدايه للانحراف، لانه كذبه وراها كذبه وراها كذبه تؤدي الى انعدام الثقه، وبالتالي الكذب يعتبر خساره كبيره جدا وليس مكسب كما يعتقد البعض. صحيح. في عاطف حنا بيقول صباح الخير عليكم جمانة وشاذلي، انا بحبكم جدا، صباح على حضرتك. بيقول اكتر حاجه بتعصبني لما واحد يعمل بيحبك وهو العكس. انا متابعكم من امريكا، مع تحياتي عاطف فتحي. صباح الفل يا استاذ عاطف. وكويس والله استاذ عاطف بيتفرج على صباح الخير يا مصر عشان يعرف كمان اللي حصل في مصر. ده طبعًا مهم جدا، يعني الناس تشوف الصبح تعرف ايه اللي حصل. علاء ابو زيد بيقول صباح الخير عليكم وعلى مصر كلها. الكذاب وعارف انه كذاب وبيحلف انه صادق، خد عندك كمان النفاق والطمع والسلبيه والغيبه والنميمه. وشكرا من البحيره كوم حماده. صباح الفل عليك يا استاذ علاء وعلى اهالي كوم حماده. بس برضه اختار صفه واحده، يعني انت كده، يعني انت بالشكل ده انت عايش في عصبية طول اليوم، يعني حاول تهدي نفسك بقى من، يعني تتخلى عن مجموعة من الصفات اللي بتعصبك وتختار صفة واحدة. في احمد الشرشابي صباح علينا كمان، بيقول العصبية وان حد دايما يقلل من مجهودك واللف والدوران. وحشة جدا برضه على فكرة ان حد يقلل من مجهودك. ياسمين مطر بتقول بصراحة حاجات كتيرة قوي، بس الاكتر الغيرة المصحوبة بحقد ونفاق وكذب، واللي يبص على اللي في ايد غيره ويستكتر عليه بدل ما يقول ربنا يبارك ربنا يزيد، وانه حد يدعي انه مش يدعي انه مش شايفني او انه يقلل مني قصاد حد ويتريق عليا عشان يضحك ناس تانية. يعني كل الصفات دي يا ياسمين هتلاقيها موجوده في شخص بجد عنده نقص، الشخص اللي احنا بنصفه بالشخص الناقص. الصفات دي كلها بتتجمع هو شخص واحد، ولكن ما ينفعش نعرفه اصلا، فمش محتاج انت تعصبي عشان ما ينفعش تعرفيه اساسا، المفروض تبعدي عنه خالص. على اي حال دي كانت بعض من مشاركات حضراتكم، مستنيين مشاركات اكتر، لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مره ثانيه. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشماليه. الجو هيكون لطيف في اول الليل، مائل للبروده في اخره على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. كمان في فرص امطار خفيفه على فترات متقطعه على السواحل الشماليه الشرقيه وشمال الوجه البحري. خلونا بقى دلوقتي نتعرف مع بعض على تفاصيل اكتر عن حاله الجو النهارده من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير دكتوره منار. صباح الخير على حضرتك استاذه نعمي افا، اهلا وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك زهير. اهلا بحضرتك، وطمنينا على اخبار الطقس النهارده، وهل هتستمر حاله انخفاض درجات الحراره في الايام اللي جايه؟ هو طبعا اليوم هو اللي فيه استمرار لانخفاض درجات الحراره، او اعتدال الاجواء اللي بنشهدها في اغلب محافظات الجمهوريه. تعتبر درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. العظمى على القاهره الكبرى بتتراوح ما بين 30 درجه مئويه خلال فتره النهار. فاحساسنا بالطقس هيكون طقس نقدر نقول عليه حار خلال فتره النهار على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري وايضا محافظات جنوب البلاد، لان كافه المحافظات بتشهد انخفاض في درجات الحراره خلال فتره النهار. كمان الاجواء هتكون اجواء ربيعيه مائله للدفء على السواحل الشماليه للبلاد، ودي المحافظات المطله على البحر المتوسط. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس تبدأ تدريجيا درجات الحرارة تنخفض، في الساعات الأولى من الليل الأجواء بتكون لطيفة، لكن في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر المناطق الساحلية هتحس ببعض البرودة، خاصة في ساعات الليل المتأخر. المناطق باقي مناطق الجمهورية الأجواء تكون عليها أجواء معتدلة، بالإضافة كمان إن احنا متوقع اليوم خلال فترة الليل وفترة المساء تحديدا يكون في فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد، وهي فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية، وهي في أقصى السواحل الشمالية الغربية، يعني تحديدا في مطروح والسلوم. بالإضافة كمان إن اليوم تكونت شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأدت انخفاض نصيف في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، بتبدأ الرؤية تتحسن معاها على أغلب الطرق.
احنا بنقول ان الانخفاض ده هيكون اليوم، لكن متوقع من غدا ان شاء الله تدريجيا تبدا الكتل الهوائيه الصحراويه تاثر علينا، تبدا يكون في ارتفاع في درجات الحراره على كافه الانحاء، والارتفاع ده هيستمر معنا حتى نهايه الاسبوع. متوسط درجات الحراره على القاهره الكبرى خلال هذا الاسبوع ان شاء الله من غدا الحد حتى يوم الخميس القادم هيكون ما بين 32-33 درجه مئويه فتره النهار. المناطق الجنوبيه جنوب الصعيد توصل 42 درجه مئويه خلال فتره النهار، 41 و42 درجه مئويه. كمان هيكون في بعض الايام في بعض الاتربه والرمال المصاره. فالاسبوع ده كله كده هيبقى اسبوع هيحس فيه بالاجواء اكثر الاجواء الصيفيه، لان كمان ارتفاع درجات الحراره يبقى فتره النهار وفتره الليل. تمام. فاحنا هننصح كل الساده المواطنين، مهم جدا فتره النهار نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس خاصه فتره الظهيره عشان ما تزودش احساسنا بارتفاع درجات الحراره. مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه نتابع النشره الجويه بصوره يوميه عشان نعرف الايام اللي هيكون فيها اتربه ورمال مصارع، عشان واحنا خارجين لازم نرتدي الكمامات. اكيد طبعا. وبنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا بقى دلوقتي مع بعض نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20، العاصمة الإدارية 30-16، الإسكندرية 24-18، والعلمين الجديدة 24-18، مطروح 22-18، ودمياط 26-17، بورسعيد 25-18، والإسماعيلية 31-19. نروح للسويس، درجة الحرارة العظمى هناك 30 والصغرى 18، العريش 27-16، كاترين 28-10، وطوبة 30-19، حلايب العظمى فيها 31 والصغرى 21، وشلاتين درجة الحرارة فيها العظمى 33 والصغرى 21، شرم الشيخ 33-22، الغردقة 33-22 أيضا. أما الفيوم فدرجة الحرارة العظمى فيها 30-18، بني سويف 30-17، الوادي الجديد 33-21، أسيوط 32-17، سوهاج 32-18، قنا 33-22، الأقصر 34-22، أما أسوان 35 والصغرى 23. وخلصت نشرتنا الجوية المفصلة. تعالوا دلوقتي نرجع مرة تانية لجومانا وشازلي ونتابع أهم الأخبار والأحداث النهاردة. عودة ليك وتاني جومانا وشازلي. شكرا لك يا هلا. دلوقتي خلينا نتابع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده. كمان النهارده في مباريات قويه في اطار الجوله 37 من الدوري الانجليزي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتنطلق امتحانات شهادة الدبلومات الفنية العملية، أما الاختبارات النظرية فتنطلق يوم 27 من نفس الشهر. كمان النهاردة هتنطلق امتحانات إتمام المرحلة الابتدائية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني، وهيأدي الطلاب امتحاناتهم في مادة القرآن الكريم، ويوم الحد 21 مايو في مواد التربية الإسلامية والعلوم، يوم الاثنين 22 مايو اللغة العربية والخط والإملاء، ويوم الثلاث 23 مايو هيمتحنوا الرياضيات والتربية الفنية، ويوم الأربع مواد الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي، وآخر امتحان هيكون يوم الخميس 25 مايو في مواد اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع. النهاردة هيستضيف جاليري داي المهندسين معرض الفنان التشكيلي نادر هلال تحت عنوان ذات. هيضم المعرض 50 لوحة فنية جديدة بمقاسات مختلفة، وهيستمر لمدة 3 أسابيع. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي هيكون معادهم مع 6 مباريات قوية في إطار الجولة 37 من عمر المسابقة، أهمها توتنهام مع برنتفورد الساعة 2:30 الظهر، الساعة 5 العصر هيلتقي ليفربول مع أستون فيلا، والساعة 7:30 أرسنال هيواجه نوتنغهام فورست. لسه طبعا في صباح الخير يا مصر، مستمرين مع حضراتكم في رصد معدلات او محصول القمح. وطبعا احنا عارفين الموسم بشاير الخير، محصول القمح السنه دي كان فيه تحقيق نسب عاليه جدا من التوريد من قبل المزارعين، وسط تسهيلات كبيره جدا بتقدم من الجهات المعنيه. هي شاذلي، يعني على سبيل المثال محافظه دمياط اعلنت انها تخطت المستهدف بنسبه 101% من عمليه التوريد للموسم الحالي. ايه الحكايه بالظبط؟ خلينا نتابع من خلال هذا التقرير.
على قدم وساق تتم عملية حصاد وتوريد القمح من المزارعين إلى الشون والصوامع بمختلف المحافظات في موسم الذهب الأصفر، حتى أعلنت محافظة دمياط عن تخطي المستهدف من توريد المحصول بنسبة تجاوزت 101% من الكمية الموردة. خطة توريد واستقبال المحصول يتم تطبيقها بكل نظام وحسم من المسؤولين، بجانب تقديم تسهيلات متعددة وتسهيلات للمزارعين بمختلف نطاق المحافظة نتج عنها الوصول لتلك النسبة بعد انطلاق موسم التوريد للقمح، حتى بلغت الكمية الموردة حتى الآن 47,174.989 طن من أراضي المحافظة. محافظة دمياط أعلنت مع انطلاق موسم حصاد الذهب الأصفر في الحقول انتظام عملية توريد القمح للشون والهناجر التي تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام، والذي بدأ الشهر الماضي وسط متابعة دقيقة تتم من خلال مديريتي الزراعة والتموين بشكل مستمر. وفي موسم الخير الذي تشهده حقول القمح في مختلف أراضي المحافظات، أعلنت محافظة دمياط أن المساحة المزروعة من القمح بنطاق المحافظة بلغت 31,002 فدان. وبعد تحقيق نسبة توريد للقمح تجاوزت 101% من الكمية الموردة، أكدت المحافظة مجدداً على متابعة الموقف أولاً بأول والتيسير على المزارعين خلال التوريد ورصد أي معوقات والعمل على حلها فوراً. طبعا عشان نعرف تفاصيل اكتر معانا عبر الهاتف المهندس سميح عبد السميع وكيل وزاره الزراعه بمحافظه دمياط. يا باشمهندس صباح الخير عليك يا فندم. صباح الفل عليكم وعلى اهلنا المزارعين وكل عام وانتم بخير بمناسبه موسم حصاد وتوريد الذهب الاصفر من القمح. يا اهلا بيك. في البدايه عشان نوصل لانه ان احنا نصل في النهايه الى ان احنا نتخطى ال 101% من المستهدف، عملنا ايه؟ هو احنا الحمد لله لحد امس وصلنا ل 104%. ما شاء الله. وفي البدايه احنا طبعا تنفيذا لتعليمات معالي الوزير ومعالي المحافظ تمت المتابعه والاستعدادات من قبل موسم الزراعه المحصول القمح، حيث تم توفير التقاوي العاليه الانتاج والجوده المعتمده من الاداره المركزيه للتقاوي. بعد كده وفرنا الاسمده بالقدر الكافي لاهلنا المزارعين. بتزرعوا نوع ايه في دمياط يا فندم؟ احنا بنزرع اصناف طبقا للسياسه الصنفيه جيزه 171 وسنه 95 وسيكس 14 ومصر 3، ودي اصناف عاليه الجوده والانتاج ومقاومه للامراض، ودي كان السبب الرئيسي ان احنا زدنا في الانتاج وبالتالي زاد التوريد وخدم على التوريد في النهايه بالصوره اللي احنا تخطينا بها المستهدف ووصلنا النسبه النهارده لحد امس 104%. طيب يا فندم، عدد المساحات المنزرعه بمحصول القمح في نواحي محافظه دمياط وصلت لقد ايه هذا الموسم؟ احنا طبعا تم تدقيق المساحات ديت كانت قبل الزراعه بالتنسيق مع لجنه المتابعه في المحافظه، ووصلت المساحه المنزرعه ل 31,002 فدان بزياده عن الموسم السابق بما يقارب 1000 فدان، وبالتالي زادت الانتاجيه هذا العام وزاد التوريد. طبعا احنا عملنا فيه زراعات على مصاطب كانت المساحه 1689 فدان، يعني نسبه قد ايه كده من المساحه المزروعه كلها اللي هي الزراعه المصاطب؟ ده كانت مزرعه على مصاطب 1689 فدان، وكان عندنا 94 حقل ارشادي على مستوى المحافظه بالتنسيق مع اللجنه العلميه للنهوض بمحصول القمح. طبعا احنا كان عندنا المساحه المنزرعه 31,000 فدان واثنين، الحمد لله احنا كل يوم فيه زياده في التوريد طبعا لزياده الانتاج للاسباب اللي احنا قلناها اللي هي توفير التقاوي والاسمده والمتابعه المستمره مع اهلنا المزارعين من قبل الزراعه وحتى موسم الحصاد ومستمرين لحد الان. احنا وصلنا امبارح لحد تخطينا المستهدف بنسبه 104%. طب ده عظيم جدا. احنا عايزين بس نزود كمان المساحه المزروعه بالمصاطب، لان احنا قلت ان هو 1689 فدان بس بالمصاطب، وانتم زارعين الاجمالي المساحات المزروعه من القمح في المحافظه 31,000. احنا الحمد لله في الزياده على طول، ده كانتش المساحه دي موجوده قبل كده. الحمد لله السنه اللي فاتت الموسم اللي فات دوت زاد، وان شاء الله احنا في الزياده على طول باذن الله، لان احنا بنشجع طبعا النظم الحديثه للزراعه خاصه لتشييد. طب نوضح للناس، طيب الزراعه بالمصاطب بتفرق في ايه؟
بتزود الانتاج طبعا وبترشد في استهلاك الميه، ودي ظهرت اثارها عندنا السنه دي الحمد لله في المساحات، حيث ان في مساحات كانت الانتاجيه فيها كانت منزرعه على مصاطب وصلت 27 و28 اردب للفدان. فده طبعا زياده في الانتاجيه عن الزراعه العاديه يعني. فالحمد لله دي ظهر اثرها عندنا السنه دي، والمزارعين لما شافوا المساحه المنزرعه بالمصاطب جابت انتاجيه عاليه. ان شاء الله في الموسم القادم هيكون في نسبه اعلى من كده بكتير ان شاء الله، ومستمرين دي طبعا بالتوصيات والارشادات وعمل المدارس الحقليه مع اهلنا المزارعين، ودايما في تواصل معاهم للوصول للانتاجيات الاعلى ونسب التوريد اللي احنا شفناها النهارده الحمد لله. طيب يا فندم، يعني زي ما كنا بنسمع عن المحفزات والتيسيرات للفلاحين، يعني بجانب فكره رفع سعر توريد القمح وايضا فكره توفير التقاوي، ايه كمان التيسيرات والتحفيزات اللي بتقدم للمزارعين؟ احنا طبعا عملنا برضك اللي هي الحقول الارشاديه على مستوى المحافظه، كان عددها 94 حقل، كنا بتقدم فيها طبعا اللي هي التقاوي المعتمده بالمجان لاهالينا المزارعين، دي تحفيزا برضه لهم في بدايه موسم التوريد، بجانب اللي هي زياده السعر اللي تم السنه دي ان شاء الله. وطبعا كانت الاسمده متوفره على طول المدعمه لاهالينا المزارعين، لا يكونش لان هو فريسه للتجار، فالحمد لله احنا كنا متواجدين على طول علشان نوفر لهم التقاوي والاسمده بالمدعمه والمعتمده من الوزاره. طيب نيجي بقى لنقطه مهمه جدا وهي الزراعه التعاقديه، هل ده كان موجود عندكم في دمياط وتفاعل المزارعين مع الزراعه التعاقديه؟ هم الحمد لله احنا شغالين دلوقتي على الزراعات التعاقديه، خاصه في اللي هو فول الصويا وعباد الشمس والذره الصفراء والذره البيضاء، وطبعا احنا عاملين على مستوى الجمعيات الزراعيه في ندوات وفي ارشادات، وطبعا في حمله اعلاميه كبيره على مستوى المحافظه لتوعيه اهلنا المزارعين بالزراعات التعاقديه، خاصه ان المزارع هيخلص محصوله ما هوش هيحمل هم التسويق ولا حاجه. والحمد لله الدوله قامت بتنفيذ اللي هي سياسه الزراعات التعاقديه من السنه اللي فاتت بتعليمات العالي الوزير، واحنا الحمد لله مستمرين وبنتابع باستمرار علشان نطبقها. وكان برضه القمح داخل في الزراعات التعاقديه، والقطن الحمد لله برضك احنا برضك في السعر ضمان ب 5500، ودوت ان شاء الله طبعا في اعمال بتاع اللي هو المنظومه، وان شاء الله بيتم الزياده على طول باستمرار لاهالينا المزارعين ولخدمه اهالينا المزارعين. طيب يا فندم، عشان نوضح برضه للساده المزارعين، هل في وقت محدد للتوريد ولا حسب ما بيتم التوقف والانتهاء، يعني حسب المزارعين؟ هو احنا معنا التوريد المستمر لحد نهايه شهر اغسطس ان شاء الله، وطبعا في تنسيق كامل بيننا وبين مديريه التموين والبنك الزراعي للتيسير على اهلنا المزارعين، وفي مرور يومي مننا على موسم التوريد وفي الشون، وجميع الشون طبعا متواجدين بها للتيسير وتزيل اي مشكله واي معوقات لاهلنا المزارعين حتى يتم التوريد لنهايه الموسم ان شاء الله. وان شاء الله في تزايد مستمر، وهيبقى في اعلى واعلى كمان في اللي هي النسبه اللي تخطي المستهدف ان شاء الله. طيب ايه هي اجراءات التوريد وايه مثلا المعوقات اللي لقيتوها؟ مثلا هل كان في حد من المزارعين رايح يورد القمح بتاعه فقابلته مشكله، ازاي تدخلتوا لحلها؟ هو بس كان في بعض شؤون البنك الزراعي، طبعا الساعه التخزينيه بتاعتها بتبقى محدوده في بدايه الموسم اللي هي 2560 طن مثلا، فطبعا احنا نسبه التوريد عندنا الموسم عاليه، فكانت الشونه بتتملى، فطبعا بالتنسيق مع مديريه التموين والبنك الزراعي تم الاخلاء ونقل الكميات الموجوده لاستقبال كميات جديده من اهلنا المزارعين. دي كانت المشكله الوحيده اللي كانت قابلت اهلنا المزارعين، لان طبعا بيروحوا الشونه يلتقى خلاص اتملت فبتتقفل، فاحنا طبعا علشان ما فيش حاجه ان العجله تستمر والموضوع يستمر وما يتعطلش ونيسر على اهلنا المزارعين، تم اخلاء الشون دي ونقل الكميات اللي فيها واستقبال كميات جديده. ده عظيم جدا يا فندم. طبعا احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، المهندس سميح عبد السميع وكيل وزاره الزراعه بمحافظه دمياط، شكرا جزيلا ليك يا فندم. طيب ناخد كمان بعض من تعليقات حضراتكم على سؤال الحلقه. سؤال حلقه النهارده هو ايه اكتر صفه ممكن تضايقك من الشخص اللي قدامك؟
في مشاركات كتير الحقيقه، ويمكن هنبدا بالاستاذ ثروت عدلي. ايه ده صعب قوي دي. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير استاذ ثروت. بيقول اكتر حاجه هي الخيانه، لما صديق عمري شهد عليا زور وخلاني اخرج معاش مبكر، لا حول ولا قوه الا بالله، واشكر ربنا انه رزقني بشغل سكرتير لدكتور قلب حته سكر الحمد لله. يعني حضرتك ممكن طبعا هي تجربه صعبه، بس بكل تاكيد بكل تاكيد ربنا كشف لك الشخص ده عشان ما يفضلش مكمل معاك في حياتك، يمكن يكون موجود في مواقف اكبر من دي يخسرك خساره اكبر من دي، وربنا عوضك. فبص لها ان ربنا صح. فعلا بعد عنك اذى ما كنتش شايفه وعوضك بوظيفه ثانيه. في احمد عامر، اللف والدوران والكذب وتقليل مجهودك، صباحكم زي الفل. صباح الخير يا استاذ احمد. في كحلاوي فتحي محمد، صباح الخير عليكم من اسيوط. صباح الخير على حضرتك وعلى كل اهل اسيوط. بيقول الشخص الكسول اللي مش واثق من نفسه وعايز ينسب فشله على عدم مساعدة الآخرين ليه، ولو حقق إنجاز ينسب لنفسه ودون طبعا ذكر جهود ومساعدة الآخرين ليه. هو الفشل بس اللي بنحاول ندور له على شماعة أو حد مثلا، لا أنت السبب في أن أنت عطلتني أو ما ساعدتنيش أو لكن أو طبعا أو الظروف بقى أو حظي لكن أو النجاح دي. طبعا النجاح بتاعه لوحده أكيد طبعا. الشخصيات اللي زي دي يعني ماشي. مروة وقاسم بتقول صباح الفل عليكم وعلى كل من في البرنامج. اكتر حاجه بتضايقني الشخص اللي مش واضح في كلامه وبيلف ويدور، وبحس اني بلهاء قدامهم. في جيهان المصري بتصبح علينا، صباح الخير على حضرتك. بتقول بتصبح علينا من القصصين الاسماعيليه، صباح الخير عليكي وعلى كل اهالي الاسماعيليه. بتقول الصفات اللي بتعصبني الكذب الخيانه، والمشكله انه بيكون صاحب الصفه دي عايش معاك وبتقدم خير للناس ما يقدروش، وحد في ظهرك يذم في حقك. وانا معاك يا شازي، لو حد رن عليا اكتر من مره وانا متعصبه بطلع عليه طاقتي السلبيه وهو يستاهل. يبقى احنا ما نردش وهو برضو يعني ايه يعني يتقي الشر يعني بقى ويرن رنه كفايه يعني. احمد حسنين بيقول صباح الفل، اكتر حاجه ممكن اتعصب منها هي الخيانه. لسه في صفات كتير الحقيقه معانا ومستنيين مشاركات اكتر من حضراتكم، لكن دلوقتي الساعه 8 صباحا وده موعدنا مع موجز الاهم الانباء مع هاله الحماوي. اتفضلي هاله. شكرا جمانه. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية في دورتها 32 بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية. كان الرئيس السيسي أكد خلال كلمته أمام القمة العربية أن الحفاظ على الدولة الوطنية ضرورة لمستقبل الشعوب ومقدراتها، وشدد على أنه لا يصح أن تظل آمال شعوبنا رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية التي تضر بجهود تسوية الأزمات. كما أكد الرئيس السيسي أن الاعتماد على الجهود المشتركة والتكامل العربي لصياغة حلول حاسمة للقضايا أصبح واجبا. أكد الرئيس السيسي استمرار مصر في جهودها لتثبيت التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة، وحذر الرئيس السيسي خلال كلمته أمام القمة العربية من العواقب الوخيمة التي ستترتب على استمرار إدارة الصراع عسكريا وأمنيا. أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمعها بالمملكة العربية السعودية وبين الشعبين الشقيقين. وخلال لقائه في جدة مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة على تولي بلاده رئاسة القمة العربية في دورتها الحالية، معربا عن تمنيات مصر وثقتها في نجاح السعودية في تعزيز العمل العربي المشترك خلال الفترة المقبلة. من جانبه أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا، ومشيدا بما تتسم به العلاقات من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة، مؤكدا تطلع السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة. أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي مناسك العمرة على هامش مشاركته في القمة العربية بالمملكة العربية السعودية، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
أعلن الجيش السوداني مقتل وإصابة المئات من عناصر قوات الدعم السريع خلال تصديه لمحاولة هجوم نفذته على قيادة الفرقة 16 مشاة بنيالا. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية إن قواتها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة ودمرت عشرات العربات المسلحة، مشيرة إلى توجيه ضربات لتجمعات قوات الدعم السريع في جنوب أمدرمان ووسط الخرطوم وبحري، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات وتدمير عدد من العربات المسلحة. قال الجمهوري كيفن ماكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي إن الأعضاء الجمهوريين في المجلس استأنفوا المفاوضات مع الإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن بشأن رفع حد اقتراض الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار. وكان البيت الأبيض قد أفاد في وقت سابق بأن التوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين الأمريكي لا يزال ممكنا، ولا يملك الجانبان سوى القليل من الوقت للتوصل إلى اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية أو المخاطرة بتخلف ماكارثي عن السداد. وحذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد تعجز عن سداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو. حجز النادي الأهلي مقعدا في نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي بفوزه على ضيفه الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب الدور قبل النهائي للبطولة، وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي. وأحرز حسين الشحات هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 22 من هجمة منظمة بدأها بيرسي تاو من عمق الملعب في الجبهة اليسرى ولعبها الأخير ببراعة من أعلى الحارس. ويواجه الأهلي المتأهل من مباراة الوداد المغربي وسان داونز الجنوب أفريقي بعدما تعادل ذهابا بدون أهداف في الدار البيضاء. فازت سمر حمزة لاعبة المنتخب الوطني للمصارعة بالميدالية الذهبية خلال منافسات البطولة الإفريقية المقامة حاليا بتونس، وتفوقت بطلة مصر الأولمبية سمر حمزة على لاعبة نيجيريا في وزن 76 كيلوغراما، وقدمت لاعبة منتخبنا الوطني أداء ونتائج طيبة طوال فعاليات البطولة. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. لسه مستمرين مع حضراتكم في رصد جلسات وفعاليات الحوار الوطني اللي انطلق بشكل فعلي الأسبوع اللي فات حد الثلاث وخميس، بيناقش ثلاث محاور: السياسي والاقتصادي والمجتمعي، على هامش جلسات الحوار الوطني وتحديدا في المحور المجتمعي. دلوقتي هنتابع لقاء مهم جدا مع محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. يمكن اليوم الثالث النهارده بنتكلم على موضوعات تخص المحور الاجتماعي، سواء محور الهويه او موضوع تاني الخاص بالولايه على المال. ويمكن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين اليوم قدمت مقترحات قابله للتطبيق للجنه الحوار الوطني، يمكن بعد الدراسه للمشكلة، دراسة واقعية والبحث عن التحديات اللي بتواجه حل المشكلة، قدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقدم اليوم العديد من التوصيات القابلة للتطبيق لحل تلك التحديات، سواء على المحور التشريعي. يمكن زميلتنا النائبة إيمان الألفي تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون 119 سنة 52 الخاص بالولاية على المال، وده بعد قياس الأثر التشريعي والعملي مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية اللي حصلت عبر السنين. احنا بنشوف التغيرات يوم مع يوم مع موجة التضخم، احنا ازاي نقدر نحافظ على أموال القصر دي واستثمارها استثمار آمن عشان ما تفقدش قيمتها، وده اللي تم تقديمه في مشروع القانون اللي قدمته زميلتنا إيمان الألف. ويمكن كان في عدة مساهمات أخرى من زمايلي في التنسيقية اليوم في الجلسة الخاصة بالوصايا على المال، ودخلنا في محور تاني، محور الإجراءات. طب ايه الاجراءات اللي بتواجهنا دلوقتي محتاجين لتعديلها، يعني محتاجين يبقى في حد زمني ووقتي لتقديم الطلبات اللي بيقدمها الولي للحصول او الوصي على الطفل للحصول على الاموال للصرف عليه، وده محتاج ان يبقى في عمليه الرقمنه. احنا بنتكلم على الدوله المصريه داخله بتعمل التحول الرقمي، واحنا داخلين على الجمهوريه الجديده، لازم يبقى في ابلكيشن او ادخال التحول الرقمي مع النيابات الاسره الخاصه بالولايه على المال. ازاي نقدر
نفصل تلك النيابات عن المحاكم والنيابات اللي بيبقى فيها بعض المجرمين حفاظا على الحالة النفسية للطفل. حاجة مهمة جدا برضو تم طرحها ان يكون في حد ادنى موجود للصرف في الحالات الطارئة، الطفل حصل له حادث او لا قدر الله يحتاج يعمل عملية طارئة، لازم يكون في حد ادنى من الاموال مسموح للولي على تلك الاموال انه يقوم بالصرف على الطفل في تلك الحالات بدل ما يقوم بالاستلاف وخلافه. اتكلمنا برضو على الخبراء وتقدير الاحتياجات، لازم يكون في سرعه في الاجراءات. فكان في العديد من التوصيات اللي تقدمت بها تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين في الجلستين، سواء جلسه الهويه او جلسه الوصايا على المال، سواء لتحديث البنيه التشريعيه اللي بقالها سنين واحنا بالفعل عدينا مشاريع قوانين، او كاجراءات تنفيذيه قابله للتطبيق حتى نستطيع ان نصل لحل تلك المشاكل التي تواجه المجتمع المصري. وما زال حديثنا مستمر عن الحوار الوطني وعن المحور الاقتصادي بالتحديد. بالتأكيد المحور الاقتصادي بيحظى بأهمية كبيرة في الحوار الوطني، خاصة أنه في لجان مهمة بتناقش التضخم والاستثمار أيضا التنمية الصناعية. خلينا نشوف مع حضراتكم هذا اللقاء مع دكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق ومقرر المحور الاقتصادي، وهذا اللقاء طبعا أجراه زميل رجاء رمزي. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، لسه مستمرين طبعا معاكم في تغطية وقائع وفعاليات اليوم الثاني من الحوار الوطني في شقه الاقتصادي. اليوم طبعا هناك قضايا أثيرت من الأهمية بمكان في الشق الخاص بالعدالة الاجتماعية تحت مظلة المحور الاقتصادي. العديد من القضايا، العديد من الأطروحات هيسعدنا طبعا أن يتكلم عليها بإسهاب المعالي وزير المالية الأسبق مقرر المحور الاقتصادي دكتور أحمد جلال. دكتور أحمد برحب بحضرتك طبعا على شاشة القناة المصرية. أهلا بك أستاذ رجاي. طبعا يعني في خلال السيشن الأولى، الجلسة الأولى من محور العدالة الاجتماعية تحت طبعا مظلة المحور الاقتصادي، العديد من الأطروحات، العديد من القضايا. بس أنا عايز أبدأ من قبل ما نتكلم في هذا الموضوع، حضرتك كنت تأمل أن القضية تكون من السخونة بمكان، هل حضرتك بمتابعتك القضايا الملفات التي تم طرحها هل يعني كانت على المأمول من قبل حضرتك؟ شوف، أي حوار من هذا النوع ممكن الأهداف بتاعته تبقى حاجتين. الحاجة الأولانية هي إن المتحاورين اللي ما كانوش بيتحاوروا قبل كده يبقى عندهم فرصة يتحاوروا، وده ما حصلش. فكان الحوار الوطني بهذا المعنى إدى للأطراف المختلفة الفاعلة في هذا المجتمع فرصة للتعبير عن نفسها. الهدف الآخر هو إن المتحاورين دول يطلعوا بحاجة تفيد المجتمع. أنا في تقديري ما حدث في الندوة الأولى من المحور الاقتصادي في موضوع العدالة الاجتماعية وفى الشرط الأولاني أكتر من الشرط الثاني، بمعنى إن كانت الأحزاب والمؤسسات المدنية والحكومة وغير الحكومة وأطراف العملية السياسية بالكامل كان عندهم فرصة يعبروا عن نفسهم ويقولوا آرائهم. أنا بقول الجزء الثاني لم يتحقق بشكل متكامل، مش بالضرورة لأن الناس ما قالتش أفكار جيدة لتحقيق فكرة الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، بالعكس عدد الأفكار اللي طرحت كثير جدا ومتنوعة وشديدة الغنى والثراء، بس ما كانش فيه مثلا موضوع واحد يطرح وبعدين الناس كلها تتكلم عليه ويتفقوا على حاجة أو لا يتفقوا عليها. ده بيلقي عبء على المقررين والمقررين المساعدين لكل لجنة، وحضرتك عارف أن عندنا تحت الاقتصاد 8 لجان، فالمقرر والمقرر المساعد لهذه اللجنة هيبقى عنده منيو كده، زي كنت تروح المطعم وتلاقي عندك بقى سمك ولحمة وخضار وشربة، وحتى السمك هتلاقي بقى أنواع من السمك واللحمة هتلاقي أنواع من فهو أنا رأيي
ان ما طرح على المائدة امام المقرر والمقرر المساعد علشان يفرزوه ويطلعوا منه حاجة مفيدة هو الكثير. انا بس خايف عليهم يحصل لهم تخمة. هو الشطارة انه ينقي حاجة صحية ومفيدة وبتساعدنا في تحقيق الهدف من النقاش، وهو طرح آراء، توجهات، مبادرات، توصيات، كلها بتصب في تحسين موضوع قضية الحماية والعدالة الاجتماعية. طيب معالي الوزير، حضرتك كان ليك تصور فيما له صلة بما طرح ما بين الواقعية وما بين التغير في التوجه، عايزين مزيد من التوضيح في هذه النقطة. شوف حضرتك، في بعض الناس بترى ان اي حوار لو لم يصل مثلا لتشريع جديد يبقى لم يصل لحاجة، او انه لو ما قالكش تعمل ايه في العنصر في الحاجة محددة، يعني دعم الصادرات تعمل فيه ايه بالظبط، يبقى ما قالش حاجة. او انا بعتقد ان كل ده بيبقى احيانا مطلوب وضروري ومفيد، انما احيانا التوصية بتغيير التوجه قد تكون اكثر اهمية، رغم انها يمكن تبان مش عملية قوي، لانك لما بتقترح تغيير التوجه، علشان تغير التوجه ده مضطر تاخد شوية اجراءات كتيرة قوي. زي ايه مثلا؟ يعني يعني زي ما انا عايز اشجع الصادرات، تمام، لو انا لنفرض ان انا كعنوان لنفرض ان انا استراتيجيتي الان الاقتصادية هي ان اعمل ما يسمى الاحلال محل الواردات، يعني انا ادور على بستورد ايه واروح انتج الحاجات اللي انا بستوردها وبعمل اكتفاء ذاتي، ده استراتيجية. عارف لما يبقى عندك هذا التوجه بتعمل حماية جمركية وبتعمل دعم للصناعة الوطنية وبتعمل كمية إجراءات وسياسات كلها بتحابي هذا التوجه. لو انت بقى قلت لا انا محتاج، انا السوق ما فيهوش دولارات وانا عايز دولارات وعايز اشجع التصدير، اول ما تقول ان استراتيجيتي اشجع التصدير هتعمل العكس مجموعة اخرى من السياسات. فاحيانا زي ايه مثلا؟ اني افتح اسواق في الخارج، اني اقلل الحماية الجمركية عشان ما شجعش المنتج انه يبيع محلي وانما يبيع في الخارج عشان يبقى عندي دولارات، استخدم هذه الدولارات ان استورد اللي انا محتاجه. ده تصور اخر، ده توجه مختلف وبيتبعه كثير من السياسات. والاحيانا لما تقنع حد بان تغيير التوجه العائد بتاعه على الاقتصاد وعلى الناس وعلى التشغيل وعلى التضخم وعلى وفرة العملة الأجنبية ممكن يبقى أكبر بكتير من أي تشريع ممكن تعمله. فأنا مش عايز أحصر الفايدة من المقترحات اللي ممكن الناس المشاركين في الحوار الوطني يطلعوا بيها فقط لأنك تعمل مقترح تشريعي أو تقول كلمة واقعية، أصل أنت ما قلتليش تعمل إيه بالضبط في الحتة الفلانية. مش بالضرورة، أحيانا طبعا أحيانا ده ضروري، إنما قد يكون من المفيد وقد يكون من أكثر الحاجات إفادة هي إنك تركز على بتقترح توجه مختلف عما هو سائد، العائد منه قد يكون أكثر بكثير. عظيم جدا معالي الوزير. كمان من ضمن الأفكار اللي حضرتك طرحتها في الكلمة الافتتاحية لحضرتك كنت بتتكلم عن الفرق ما بين مفهوم العدالة الاجتماعية كمظلة عامة وردت طبعا نص عليها في الدستور المصري والتطبيق الخاص بالحماية الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية التي يعني تسير فيها الدولة بخطى ثابتة. عايزين نعرف برضو الفرق ما بين العدالة الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية. جميل. أنا أعتقد أن الدولة بتسير على الخطين، وإن كان اقتراحي أن احنا محتاجين نعمل أكتر من اللي بنعمله. يعني مثلا تحت بند الحماية الاجتماعية، أنت الحماية الاجتماعية بتستهدف الأفقر في المجتمع، الأكثر احتياجا في المجتمع، يطلعوا بقى الأفقر دخلا، يطلعوا ذوي الاحتياجات الخاصة، يطلعوا أخواننا وأخواتنا في القرى، يطلعوا زي ما يطلعوا. أنت في الحماية الاجتماعية يطلع حد كان بيشتغل وبعدين فقد وظيفته ومحتاج إعانة أثناء فترة البطالة، يطلع حد يعي وما عندوش فلوس يتعالج وأنت بتعمله نوع من يسموها ايه
العلاج على حساب الدولة، على نفقة الدولة، كل دي نوع من الحماية الاجتماعية. ده نوع من الحماية الاجتماعية، لا تقريبا. العدالة الاجتماعية بقى ما هيش جاية، اللي انت بتستهدفه مش فئة واحدة وهي الأكثر احتياجا، وإنما بتستهدف كل طبقات المجتمع. انت عايز المجتمع ده يبقى فيه تفعيل لمبدأ تكافؤ الفرص، يعني أنا لو غني وحضرتك فقير أو العكس، أنا وإنت بنبتدي السباق من نفس المكان، سواء بقى عن طريق التعليم، التعليم الجيد اللي بيتاح للجميع. يعني مثلا لو عندنا توسعنا في التعليم الخاص على المستوى الابتدائي، أنا مولود لعيلة فقيرة مش هقدر أدخل هذا التعليم، كده أنا ميزت. أنا توجهي وتصوري لتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص غير متزن، لأن أنا بخلي اللي معاه فلوس هو اللي يقدر يحصل على حاجة والتاني ما بيحصلش. فكرة تكافؤ الفرص بقى ليست حكرا، ليست فقط في مجال التعليم، في مجال التعليم، في مجال الصحة، في مجال الحصول على وظيفة، في مجال الحصول على أرض إن أبني مشروع أو حاجة، في حتى ممارسة الحقوق المدنية، حتى في الحصول على القضاء العادل. يعني مثلا لو انت غني هتروح تجيب محامي غني قوي ويطلعك براءة وانت مذنب، وانا فقير وشكلي مش بريء شوية لكن ما عنديش حد يدافع عني، ممكن المعرفش يعني اطرح الدليل اللي يثبت براءتي. يعني انا قصدي اقولك كلمة تكافؤ الفرص بقى اوسع بكثير، وبتتطلب اصلاحات ليس فقط ما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، رغم أنها وزارة مهمة وبتقوم بدور هام، إنما المسؤولية التكافؤ، العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ده بقى مرتبط بكل الوزارات تقريبا. يعني ما فيش وزارة معفية من أنها تقلق على تنفيذ سياسات من شأنها تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص. الاستثمار بينطبق عليها نفس الكلام ده. الحكومة لما بتعمل مثلا بنية أساسية، لما بتعمل بنية أساسية في القاهرة بتجيها الاستثمار؟ لا، وبنية أساسية عشان أنا وحضرتك نروح من مكان لمكان، الطرق أو الكباري أو الكهرباء أو المية أو الغاز، كل دي خدمات بنية أساسية. لما الحكومة تعمل هذه البنية الأساسية في الصعيد، ده نوع من تكافؤ الفرص لأهالينا في الصعيد، علشان يبقى عندهم فرصة أنهم ينتجوا ويبيعوا ويستخدموا الطرق ينقلوا المنتج بتاعهم من مكان لمكان ويبيعوه. طبعا مبادرة حياة كريمة طبعا. فأنا قصدي كلمة العدالة الاجتماعية بمعنى تكافؤ الفرص أوسع بكثير، جزء منها بقى الحماية الاجتماعية، إنما المفهوم تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية أوسع وبيجب الحماية الاجتماعية. عظيم جدا. طيب دكتور، خلينا نتكلم على مبادرة حياة كريمة، على أيضا تكافل وكرامة. الدولة يعني مهتمة بأن هي يعني توفر حياة فيها من الكرامة، من الآدمية لشرائح كثيرة من المجتمع المصري. ده من جهة. الجهة الأخرى هناك تحديات، أنا بتكلم هنا ليس فقط على مجال، على صعيد التحديات المحلية، لا كمان هناك تحديات على المستوى الدولي والإقليمي. بتكلم 2020 جائحة كورونا، وبعدين تلاتها مباشرة الحرب الروسية الأوكرانية، تلاتها مباشرة وإن كان يعني الحرب الروسية الأوكرانية لم تنتهي بعد، رفع الفائدة، سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه المعوقات، كل هذه التحديات، إزاي الدولة هنا يعني تحقق المعادلة؟ السؤال ده معبأ وملغم يا أستاذ رجائي، حلمك علينا شوي. يعني حلمك علينا شوي. يعني شوف، الدكتور أحمد جلال طبعا هو الأكيد يجيب على هذه الأسئلة. كتر خيرك حبيب. شوف، أولا يعني أنا مش عارف أبتدي من فين، إنما ناخد كم جزئية كده. الجزء الأولاني هو مصر بتواجه تحديات، ده حقيقي، تحديات مش من صنعها، يعني مصنعة في الخارج، سواء كورونا أو الحرب الأوكرانية الروسية ورفع سعر الفايدة على الدولار الأمريكي، يعني الأمريكاني في أمريكا، في الاقتصاد الأمريكي. كل دي تحديات حقيقية، لكن مش مصر لوحدها اللي بتواجهها،
كل دول العالم بتواجه هذا، وانا ما اقدرش اغيرها. انا وحضرتك ما نقدرش نروح نوقف الحرب بين اوكرانيا وروسيا. ممكن طبعا نناقش ونتفاوض ونساعد ونشارك، انما انا ما اقدرش اوقفها. فاحنا في الاقتصاد عندنا بنفرق بين نوعين من التحديات، التحديات اللي تحت سيطرتي والتحديات اللي انا بملك حريه الحركه فيها، اكزوجينس واندوجينس. فاللي بره دي انا باخدها كما لو كما كمعطى، واتعامل بقى مع تحت ما هو سيطرتي. الظروف القهريه، الظروف القهريه خلاص هي الامر على ما هو عليه. ان انا اتاقلم ازاي، اتعامل معها ازاي، هو ده السؤال الحقيقي. يا ترى التحديات اللي احنا بنواجهها يا ترى هي فقط صناعه خارجيه ولا جزء منها خاص بالسياسات الداخليه؟ انا بعتقد ان احنا بالادوات السياسه الداخليه المتاحه ممكن نتعامل مع هذه التحديات بشكل افضل مما نفعله الان كده ببساطه شديده. اوكي، تفصيل ده بقى طويل لانه بتتوقف على انهي مجال. نركز، سيبنا من كل المجالات الاخرى ونركز في الموضوع اللي كان مطروح النهارده الصبح، فكره العداله الاجتماعيه وفكره الحمايه الاجتماعيه. هو الجانب المهم فيها هو جانب الاموال اللي مش متاح. يعني انت مثلا احنا بناخد قرض من البنك الدولي علشان نمول تكافل وكرام. طب لما يخلص القرض بتاع البنك الدولي انا لازم اضمن استدامه هذا البرنامج. طب انا بعمل ايه علشان اضمن استدامته؟ طب يا ترى بقى دي بقى الحاجات الايه المفيده، ده السؤال الاكثر افاده لانه اكثر تفصيلا واكثر دقه وبيتعامل مع موقف حقيقي وما تتكلمش نظري. انا بتصور ان كلمه التمكين اللي اعتقد وزاره التضامن ابتدت تفكر فيها، فكره ان الناس اللي انت بتديهم فلوس تحويلات نقديه مثلا، بدل ما تديهم تحويلات نقديه وتنمي لديهم عاده الاعتماديه، انت بتمكنهم ان يعملوا مشروع وهم يستقلوا ويخرجوا من كرامة. انا مشارك في رئيس مجلس امناء مؤسسه اهليه، مش عايز اقول اسمها عشان ما يبقاش في دعايه، انما بالاتفاق مع وزاره التضامن هنعمل عدد من المشروعات في الفيوم، تشغيل السيدات اللي جايين من الليستة بتاعت السيدات اللي كانوا عايشين على الدعم النقدي تكافل وكرامة، وهيشتغلوا في مصانع وهيعيلوا نفسهم وهيتعلموا حرفة وحتى هيتملكوا الأصل. ده تمكين، ده غير الاعتمادية. فأنا قصدي في إطار البرنامج الواحد أنت ممكن تعمل حاجات تحت سيطرتك، تستمر في تقديم البرنامج لكن تنتقل من مرحلة المنح إلى مرحلة التمكين. أنا بتصور أن ده توجه استراتيجي صحيح بيوفر على الموازنة العبء اللي كانت تتحمله في المستقبل، بيخلينا مش محتاجين ناخد من البنك الدولي علشان نعمل تكافؤ وكرامة. انا ليه موافقين عليه يعني. انا قلت ليه التفصيل لانه انت محتاج تبتدي بقى تبص على سواء تكافل وكرامه او سواء مبادره حياه كريمه، انت محتاج تمشي ابعد من النظره العنوان الرئيسي والنظره السطحيه. يعني ما تقول لي حياه كريمه، طبعا من ناحيه المبدا هي هايله يعني ما فيش ابدا، يعني انا سعيد بها سعاده بالغه لانك في الحاله دي بتعمل اصلاحات تقريباً في حياه لناس كانوا تعبانين كويس. يعني انما انا يهمني قوي ان يبقى في مناقشه هي هتتنفذ ازاي، هو مين اللي هيستفيد، هو دي افضل وسيله لاني اعمل له حياه كريمه ولا في طريقه اخرى. حضرتك يمكن سمعتني النهارده بقول انه علم الاقتصاد قائم على فكره تمحيص البدائل، مش قائم على ان دي كويسه ولا وحشه. ما حدش ابدا هيقول لك ان الحياه الكريمه دي وحشه، هناك بدائل انما ويجب النظر في البدائل من هو البديل والاصلح والمستدام واللي ليه فائده اعلى وبيفيد اكبر عدد من الناس. هي دي المحاور، ما اعرفش اكلمك فيها غير لما اعرف التفاصيل وغير لما اعرف انت هتركب عربيه ولا جمل ولا طياره. احنا كمان يا دكتور عايزين
موضوع النظر في البدائل في الجلسة القادمة اللي هي هتناقش موضوع غلاء الأسعار يعني والتضخم، ودي أعتقد هتبقى يعني جلسة من الجلسات اللي هي الأكثر سخون. يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد، وعلى وعد طبعا يعني لقاء آخر بعد المحور الخاص بغلاء الأسعار والتضخم. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا، شرفنا. أهلا بكم في موجز الأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. فريق النادي الأهلي نجح في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وبكده النادي الأهلي بيوصل للمرة 16 للمباراة النهائية والرابعة على التوالي بعد الصعود في نسخ 2020 2021 و2022 و2023. ومن ناحية تانية مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قال إنه سعيد بالفوز على فريق الترجي التونسي والصعود لنهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: حتى الآن لا نعرف من سيتأهل لمواجهتنا في المباراة النهائية من سان داونز أو الوداد، وأيا كان المنافس سنستعد له بشكل قوي طالما أننا نقوم بتحليل أداء المنافس عن طريق الفيديو ومشاهدة مباريات المنافسين. وقال كمان: سعيد بمستوى الفريق حاليا والفريق يقف على قدمه وأظهر هذا داخل الملعب. عبد الواحد السيد مدير الكرة في النادي الزمالك أكد أنه تم الاستقرار على سفر محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول إلى ألمانيا للخضوع لجراحة الرباط الصليبي اللي تعرض لها مؤخرا. محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أكد أن معسكر منتخب مصر هينطلق يوم 9 أو 10 يونيو الجاي استعداداً لمواجهة غينيا يوم 14 في نفس الشهر في الجولة الخامسة لتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف حدد 12 أكتوبر ميعاد لإقامة قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 اللي هتستضيفها كوت ديفوار بداية من يوم 13 يناير و11 فبراير 2024. كمان صعد منتخب مصر للكرة الشاطئية للمباراة النهائية في بطولة كأس العرب بعد فوزه على منتخب فلسطين بنتيجة 4-3 في مباراة قبل النهائي. وتأهلت البطلة المصرية نور الطيب المصنفة السادسة عالمياً لسيدات الاسكواش إلى الدور نصف النهائي في بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش اللي بتستضيفها مدينة مانشستر في الفترة من 17 ل 21 مايو بقيمة جوائز مادية وصلت ل 77 ألف دولار للرجال وزيهم للسيدات. كمان اتأهل علي فرج لاعب وادي دجلة، طارق مؤمن لاعب الجزيرة، كريم عبد الجواد لاعب زاد للدور نصف النهائي ببطولة مانشستر المفتوحة للسكواش. وجت النتائج كالتالي: فوز طارق مؤمن على نيكولاس مولر بنتيجة 3-2، فوز كريم عبد الجواد على الفرنسي فيكتور كورين بنتيجة 3-0، وفاز علي فرج على الإنجليزي باتريك روني بنتيجة 3-1. أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي توقيع عقد جديد مع مدافعه البرازيلي ماركينيوس قائد الفريق حتى عام 2028. وذكر النادي على موقعه الرسمي أن ماركينيوس وقع عقد جديد مع النادي هيمتد لحد صيف 2028، علما بأنه انضم للفريق في صيف 2013 قادما من روما الإيطالي. خلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود مرة تانية لشاذلي وجمانة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر. شكرا ليكي هلا. والحقيقة أنه في حالة من السعادة كده بيعيشها الجماهير المصرية وجمهور النادي الأهلي تحديدا بعد ما قدر طبعا هو يفوز على الترجي التونسي في إياب دور نص النهائي نهائي دوري أبطال أفريقيا بنتيجة طبعا في مباراة الذهاب 3-0، ومبارح كان 1-0 فإجمالي 4-0.
ده طبعا اجمالي المباراتين، وبكده هينتظر الفائز من مباراه الوداد المغربي وسان داونز الجنوب افريقي، وبكل تاكيد هتكون مباراه صعبه ما هيش سهله يعني. طبعا يعني حسب السيناريو في البعض بيقول انه مباراه الوداد هتكون اسهل، لا سان داونز هتكون افضل لانه كمان في طار بين سان داونز والاهلي. يعني خلينا نشوف كده ونستعرض مع حضراتكم تفاصيل المباراه، فرص الاهلي في الفوز بلقب البطوله بعد ما تاهل لرابع مره على التوالي. كل ده كمان نتعرف عليه من ضيفنا في الاستوديو الاستاذ فادي جمال الناقد الرياضي، يعني منورنا طبعا وصباح الخير عليك. صباح الفل عليكم وصباح الفل على كل الساده المشاهدين. صباح الخير، اهلا بيك، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي ولادارته وكل اللعيبه على التاهل التاريخي للمره 16 في تاريخه. النادي الاهلي بيتاهل للمباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا، ارقام مرعبه. النادي الاهلي بيتاهل لرابع مره على التوالي. فرق كتيره جدا في افريقيا مش محظوظه بوجود النادي الاهلي في افريقيا، لان هو متمرس جدا في القاره الافريقيه، وللمره 16 بنشوف النادي الاهلي، وان شاء الله نرفع البطوله الافريقيه للمره 11 ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طيب يعني خلينا كده في البدايه نعرف منك، شفت المباراه ازاي؟ المباراه ابتدت هاديه جدا، بدايه هاديه جدا، يمكن حاول الترجي ان هو يخطف كده هدف مبكر، لكن الاهلي قدر ان هو يحافظ على الشباك. شفت المباراة بشكل عام ازاي؟ اولا مارسيل كولر مدرب متمرس جدا، وبصراحة يعني من المدربين التقال اللي جم للنادي الاهلي. دخل في الاجواء الافريقية بسرعة كبيرة جدا. ابتدى المباراة، يمكن في بعض المحللين كانوا بيتوقعوا ان هو ما يبتديش بالتشكيل الاساسي للنادي الاهلي ويريح بعض اللاعبين، لكن مارسيل كولر دخل بالتشكيل الاساسي للنادي الاهلي من اول المباراة، ما عدا يمكن محمد الشناوي بس وده للاصابه، لكن التشكيل كله القوام الاساسي للنادي الاهلي كل اللعيبه دخل، حاول ان هو يهدي لان هو عارف ان الترجي ما عندوش حاجه يبكي عليها. فطبعا كان الترجي لازم يدخل بكل تقله ويضغط جدا على النادي الاهلي، لكن هو النادي الاهلي ابتدى يمتص حماس فرقه الترجي، وابتدى هو كمان يضغط على فريق الترجي. فلو قرينا شويه في ارقام المباراه هلاقي ان النادي الترجي سدد تسديده واحده بس على المرمى، استحواذ كان في صالح النادي الاهلي بنسبه 69% ل 31% النادي الترجي. فالنادي الاهلي قدر مارسيل كولر ان هو يحفز اللعيبه ان المباراه دي مش مباراه سهله، ومش معنى ان احنا كسبنا 3-0 في الخصم. فرقه الترجي فرقه كبيره جدا، فرقه ليها احترامها وليها تقلها في افريقيا. صحيح نتيجه الذهاب كانت نتيجه مريحه للنادي الاهلي وجماهيره، ودي ادت اريحيه للعيبه، لكن انا شفت ان كان في قتال من اللعيبه اثناء المباراه، وما كانش في استسهال يعني بالخصم عشان احنا كنا كسبانين 3-0. الروح دي مطلوبه مثلا، يعني الروح دي مطلوبه اكيد. بالظبط. طيب. كمان ده كولر كان ليه تصريحات كمان قبل المباراه، هو بيقول انا هتعامل مع هذه المباراه لانها الشوط الثاني، على الرغم من انه فعلا ضامن خلاص ان هو هيلعب النهائي، الا انه فعلا كان بيلعب هذه المباراه هو نفسه كان متحمس، وزي ما انت قلت دخل في الاجواء الافريقيه سريعا على الرغم انه ما كانش عنده اي تجربه افريقيه في السابق، لكنه عارف بالظبط طريقه اللعب في افريقيا عامله ازاي، وعارف جماهير النادي الاهلي كمان بتحب ايه، يعني جماهير النادي الاهلي عايزه فوز، وبالاضافه لده ان او انعكاسات ده ان جماهير النادي الاهلي هي كمان حبت الراجل ده، لان هم فعلا شايفين منه اداء مختلف في الملعب. مش هنقول بقى يعني مش عشان ما نتكلمش عن ادارات سابقه او اجهزه فنيه سابقه للنادي الاهلي، لكن كان لفتره من الفترات النادي الاهلي كان بيعتمد على الدفاع اكتر، كان بيعتمد على الكره الممله اللي هي يعني تفضل واقف بتدافع ماسك خط النص، لكن مفيش هجمات، حتى الهجمات المرتده على استحياء. لكن بنشوف الكره مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت مع مارسيل كولر في هجوم. صحيح، مظبوط، بيعتمد. صحيح. هو هذه صحيح من ضمن النقط المميزه جدا في مارسيل كولر ان هو بيتنوع بينوع جدا طريقه اللعب الهجوميه. فلو بصينا مثلا على الارقام لاعبين النادي الاهلي هجوميا هنلاقي ان محمود كهربا طبعا هو يعني عاد محمود كهربا طبعا للحياه الفتره الاخيره، وبقى من ضمن نجوم النادي الاهلي الكبار يعني الفتره دي، وبعد ما كان النادي الاهلي في مفاوضات جاده مع مهاجمين افارقه كتير جدا، اعتقد النادي الاهلي دلوقتي مش في احتياج لمهاجم افريقي بسبب تالق محمود كهربا. محمود كهربا احرز 5 اهداف في البطوله الافريقيه، حسين الشحات 4، بيرسي تاو اللي ايضا اعاده برضه للحياه مره تاني احرز 4 اهداف، فبنلاقي تنوع، بنلاقي ان حمدي فتحي لاعب المحور الوسط احرز 3 اهداف، محمد عبد المنعم المدافع قلب الدفاع احرز 3 اهداف، فهو عنده تنوع جدا في طريقه اللعب. عبد المنعم ده محتاج وقفه، شفت انت الكره اللي استخلصها من المهاجم ورقص 2 وخدها من قدام الجون من عنده ووصل بيها لحد هناك ورفع عرضيه. محمد عبد المنعم مدافع
اعتقد ان هو بيتفرج على الكره الاوروبيه كتير وبيتعلم ان المدافع بس مش دوره ان هو يكون بس مدافع. المدافع دلوقتي لو بنتفرج على الكره الاوروبيه مدافع بيحرز اهداف بيبني هجمه، ايضا حارس المرمى برضو بيبني هجمه. فمحمد عبد المنعم اعتقد ان هو بيتفرج فعلا على الكره الاوروبيه كتير، واعتقد ان ده برضو كلام من مارسيل كولر طبعا ان بناء الهجمه من الخلف لازم يكون دقيق. لو بصينا على الميس باص امبارح للنادي الاهلي، النادي الاهلي عمل 749 تمريره منهم 720 تمريره صحيحه، فبنتكلم في نسبه مرعبه حوالي 95% من نسبه التمريرات الصحيحه من التمريرات اللي هي صحيحه. دي طبعا رقم كبير جدا، واعتقد ده شغل من المدير الفني ومن الاداره الفنيه ان ايضا بيرسيتاو مرر حوالي 21 تمريره صحيحه من 22 تمريره، فعنده تمريره واحده فقط خاطئه. طبعا ارقام دي كلها شغل من الجهاز الفني. فطبعا محمد عبد المنعم والمنظومه الدفاعيه كلها، يعني لما بيلعب متولي او يلعب ياسر ابراهيم بنلاقي ان نفس النظام هو واحد، خلق دقه قويه جدا مارسيل كولر. ما بقيناش نقلق خالص ان ممكن لعيب لا قدر الله يتصاب، لكن هو خلق دقه قويه، كل مكان ليه بديل او اكتر، خلق تنافسيه كبيره جدا. بنلاقي ان دايما اي تغييرات بنبقى مطمنين ان التغيير ده مش اقل خالص من المستوى اللاعب اللي في الملعب. طيب بما ان احنا بنتكلم عن التغييرات بقى، شفت تغييرات امبارح ازاي؟ يعني زي ما كنت بقول لك ان فعلا مارسيل كولر خلق تنافسيه وخلى ان اللعيبه اللي موجوده في الملعب واللي موجودين على الدكه عندهم استعداد تام ان هو ينزل في اي وقت من اوقات المباراه، وان ما يكونش مجرد تغيير بضيع بيه وقت، لكن هو عارف ان ليه دور. فحتى بنشوف الدوري المصري ايضا ارقام يعني محمد شريف اللي بنلاقيه شويه على الدكه بيبتدي في المباريات في بطوله افريقيا ان هو هداف الدوري المصري او هداف الاهلي في الدوري المصري برصيد 8 اهداف، فهو خلق تنافسيه كبيره جدا ما بين كل اللعيبه. فاعتقد ان التغييرات كانت ممتازه، اولا اراح بعض اللاعبين في الاخر ونزل لعيبه علشان يفضلوا موجودين في الملعب. الاهلي قبل مباراه النهائي عنده 3 ماتشات في الدوري مهمين جدا، واعتقد ان دول هيكونوا استعداد قوي قبل لقاء ان شاء الله النهائي اللي هنعرف الفريق المنافس ليه ان شاء الله النهارده. في النقطه دي تحديدا بقى كولر قال كلمه بصراحه عجباني قوي. احنا دايما لما بنيجي نسال المختصين والنقاد مثلا تقول له اي مباراه هتكون اسهل على النادي الاهلي او تحب النادي الاهلي يقابل مين، سان داونز ولا الوداد؟ فهو قال انا هتفرج على المباراه النهارده او بكره، يعني كانت يوم الخميس تقريبا التصريحات دي، مش بغرض ان انا اختار منافس، انا ما اختارش منافس. ودي الحقيقه الكلمه دي بتدي ثقه كبيره جدا ليه هو وللعيبه وللجماهير كمان، بتطمن الجماهير ان هو مش بيعتمد على قوه او ضعف المنافس، قال انا هتفرج بس على المباراه عشان اعرف الفريق بيلعب ازاي. بالظبط، ده طبعا بيدي ثقه كبيره للعيبه ان ايا كان المنافس، وخلينا نقول ان الاثنين المنافسين اللي ممكن يقابلوا واحد فيهم يقابل النادي الاهلي، الاثنين فرقتين مش سهلين خالص طبعا، وعندهم طار كروي مع النادي الاهلي، الوداد في النسخه اللي فاتت وسان داونز في النسخه الحاليه. بالظبط، شخصيا اتمنى ان احنا نلعب سان داونز، طار قريب اكتر وكان طار اعتقد اللعيبه كلها محتاجه ان هي تكون فعلا بتاخد طار الكروي ده يعني من فريق سان داونز. بس خلينا نقول ان المباراه النهارده ان شاء الله الساعه 4، كولر قال ان احنا لازم هنشاهد المباراه دي النهارده، واعتقد ان كل فريق النادي الاهلي هيكون بيشاهد المباراه دي، لان خصم من الاثنين ان شاء الله هيكون بيقابله يوم 4 ان شاء الله هنا في استاد القاهره، ويوم 11 في ملعب الخصم ان شاء الله. نتمنى ان ايا كان الفريق اللعيبه بتاعتنا عندها ثقه ان شاء الله نكون بنتخطى العقبه دي ونكون بنحتفل ان شاء الله بتتويج النادي الاهلي للمره 11 ببطوله دوري ابطال افريقيا. طيب عاده السؤال اللي بيتسال ايه نقط ضعف المنافس، الفريق المنافس اللي اشتغل عليه المدير الفني؟ بس انا سؤالي هنا لانه بما ان نقط ضعف كل فريق مختلفه، انا هسال عن النادي الاهلي. مارسيل كولر ايه نقط الضعف في النادي الاهلي اللي هو اشتغل عليها عشان يظهر الاهلي؟ احنا شفنا امبارح مباراه مش بس ان هو قدر يكسب، لا احنا شفنا مباراه فعلا فيها اداء واستمتعنا فيها. ايه اللي قدر يشتغل عليه مارسيل كولر وقدر يغيره؟ خليني اقول لك ان فعلا مارسيل كولر يمكن النادي الاهلي صعد بصعوبه من دور المجموعات صحيح للدور اللي بعده. اعتقد ان مارسيل كولر اتعلم اوريدي من الاخطاء اللي كانت موجوده قبل كده، واعتقد ان هو قرا وشاهد النادي الاهلي كتير قوي في فيديوهات سابقه علشان يعرف بالظبط ايه نقط ضعف النادي الاهلي. مارسيل كولر اعتقد قرا الاهلي كويس وشاف ان من ضمن، اولا هو اشتغل نفسيا وذهنيا جدا على اللعيبه، ودي من اهم النقط طبعا اللي بتاثر على اللاعب المصري بشكل عام. اللاعب المصري يمكن بيتاثر بالضغط الجماهيري، اعتقد اتعامل مع بعض اللاعبين اللي يمكن كانوا وصلوا لمرحله من الاشباع
خلينا نقول النادي الاهلي دايما البطولات في النهائي افريقيا 4 مرات او 3 مرات قبل المره دي، فاعتقد ان كان في اشباع كده للعيبه ان احنا نجوم وان احنا هنوصل بسهوله، وده يمكن اللي اثر على ذهنيا على اللعيبه. اعتقد ان دي نقطه من النقط المهمه قوي اللي اشتغل عليها. قعد اسماء كبيره على الدكه كنا بنشوفهم اساسيين على طول، قعد اسماء كبيره ما بقاش، وتعلم اللعيبه ازاي الانضباط والالتزام. امبارح كان في تصريح من محمد مجدي قفشه ان احنا بنلتزم بتعليمات المدرب اللي بيقولها، وهو قال لنا ان احنا نضغط من اول المباراه في مباراه الترجي بتاعت امس. فهو علم اللعيبه الانضباط جدا. اي لعيب مش منضبط تكتيكيا بنلاقيه قاعد على الدكه بعدها مباراه او اثنين او ثلاثه. نفسيا نتعامل مع اللعيبه بشكل كبير جدا، صاحب اللعيبه، ودي حاجه مهمه جدا. اعتقد حتى جماهير الاهلي زي ما كان شاذلي بيقول، جماهير الاهلي بقت بتحب مارسيل كولر جدا. هو كسب جماهير الاهلي لانه عارف فعلا منين تؤكل الكتف زي ما بيقولوا، عارف ان النادي الاهلي فريق كبير قوي، وان جماهيره طموح جماهير النادي الاهلي ما بقتش بس الوصول لنهائي افريقيا او الوصول لكاس العالم للانديه، احنا بننافس باللاعب ريال مدريد لو شفنا، باللاعب بايرن ميونخ. فاعتقد جمهور النادي الاهلي بقى طموحه اكبر من الوصول لنهائي افريقيا او الفوز بنهائي افريقيا. فاعتقد دي بعض النقط اللي اشتغل عليها مارسيل كولر، وفعلا هي من اهمها ان هو قعد بعض اللعيبه على الدكه، فبقى كل لاعب متاكد ان هو ممكن في لحظه لو ما كانش منضبط تكتيكيا ان هو يكون قاعد على الدكه وفي بديل مناسب جاهز. اشتغل على البدائل بشكل ممتاز، واعتقد دي من اهم النقط الايجابيه اللي اشتغل عليها مارسيل كولر، بالاضافه ان هو فعلا زي ما كنت بقول من شويه ان هو نوع في طرق اللعب الهجوميه للنادي الاهلي، فبقينا بنشوف شغل الظهيرين سواء محمد هاني او علي معلول، عرضيات مستمره، الكور الثابته. احنا كنا يمكن عندنا نقطه ضعف في الكور الثابته اللي تتلعب علينا، اشتغل عليه بشكل كبير قوي. الكور الثابته اللي في صالحنا اشتغل عليها بشكل كبير جدا، فبقينا بنشوف محمد منعم في بطوله دوري ابطال افريقيا بيحرز 3 اهداف، واعتقد دي كلها ارقام ايجابيه. تاريخ الترجي اعتقد انه مش هو ده الترجي اللي احنا متعودين عليه، مش ده اداء الترجي التونسي قدام النادي الاهلي تحديدا، وده اعتقد واضح. احنا يعني مش هنتكلم طبعا عن تغيير القياده الفنيه للفريق، لانه بكل تاكيد لا يتحمل طبعا الخساره من مباراه واحده من نبيل معلول اللي قدم استقالته فيه بعد خساره الماتش اللي فات لانيس البوسعيدي دلوقتي، على الرغم انه كان فيه يمكن هو الراجل ما كانش فيه عليه ضغوط، راجل اول مباراه بيلعبها خسران كده كده في مباراه الذهاب، فمش هيتحمل اي لوم مثلا. وفي نفس الوقت كان فيه تشجيع كبير جدا من الاداره بمكافاه ماليه كبيره جدا، ان هو لو فاز في هذه المباراه هيكون ليه مكافأة مالية كبيرة. الصورة اللي ظهر عليها الترجي ايه السبب فيها؟ خلينا نقول الترجي طبعا زي ما انت قلت يا شاذلي ان فعلا الترجي مش في مستوى الترجي المعهود، وده ظهر قوي في المباراة اللي قبل مباراة قبل النهائي. اعتقد من خلال قراءتي شوية للحال دلوقتي ان فعلا فريق الترجي فيه معاناة شوية في الناحية الإدارية اوريدي في الترجي التونسي. طبعا خلينا نقول كان في بعض الغيابات كمان في مباراه الذهاب وفي مباراه العوده. هنقول المهاجم بتاعهم الاساسي وهو اخطر لعيب حمدي الهوني كان غايب عن الفريق في المباراه الماضيه وايضا المباراه دي. الفريق ذهنيا ما كانش محضر نفسه كويس جدا خالص لمباراه الاهلي، ده اثر عليه بشكل كبير قوي في مباراه الذهاب. هنقول من ضمن النقط القويه قوي في مارسيل كولر ان هو بيعرف نقط ضعف المنافس وبيشتغل عليها بشكل كبير. هو عارف ان في نقط ضعف حاليا في فرقه الترجي واشتغل عليها فعلا، وده مكسب كبير فعلا للنادي الاهلي. الراجل فعلا بيعرف يقرا الفريق كويس، ففعلا في نقط ضعف في فرقه الترجي مش هي طبعا، بنتمنى لها كل التوفيق في المباريات القادمه يعني، لكن فرقه الترجي فعلا ما كانتش بالمستوى المثالي ليها المعهود اللي احنا عارفين. نادي الترجي دايما منافس قوي جدا للنادي الاهلي، ومن الصعب ان انت تكسبه على ارضه في ملعبه في تونس ب3 اهداف نظيفه، وما يقدرش في الماتشين الذهاب والعوده ان هو يحرز اهداف. بس خلينا نقول ان في شويه تخبط اداري كان بيتكلم عنه حتى المحلل الرياضي التونسي بالامس، ان في تخبط اداري فعلا موجود في النادي، وان النادي ما بقاش يعتمد جدا على الاكاديميه بتاعه الفريق وما بيطلعش لعيبه شباب. فاعتقد دي حتى كان من مطالب الناس او الشعب التونسي او جماهير فرقه الترجي ان هو يبتدي يعتمد على الشباب اكتر، لان اللعيبه اللي موجوده ما بقتش بجوده وكواليتي فرقة الترجي اللي احنا معهدين بيها يعني. طيب احنا في انتظار مباراة النهاردة بين الوداد وبين سان داونز، توقعاتك مين اللي هيفوز ونقط ابرز نقط ضعف الوداد وسان داونز؟
خلينا نقول سان داونز من الفرق اللي يعني نقاط ضعفها قليله جدا. وبكل صراحه وصدق فريق يعني قوي ومرعب الحقيقه. فرقه سان داونز بيلعبوا كره حلوه قوي. فريق بيلعب كره حلوه قوي بيسموه برازيل افريقيا يعني. فريق عنده سرعه مش معقوله، بيعرف يسدد من الخارج، عنده اكتر من لاعب قوي جدا، بيحرز اهداف من شتى الطرق اللي ممكن نتخيلها على ملعبه. مرعب، بيكسب بالاربعه وبالخمسه على ملعبه، ما بيخشاش اي حد. المباراه اللي فاتت في المغرب اطرد منه لاعب يمكن في الشوط الاول، والشوط الثاني كله كان ب 10 لاعبين، وفي اخر المباراه اطرد منه لاعب ثاني، لاعب 9 اهداف، برغم كده كان مسيطر وما كانش قادر فريق الوداد ان هو يحرز اهداف فيه. فاعتقد لقاء النهارده لقاء صعب جدا على فريق الوداد. بنتمنى طبعا لفريق الوداد كل التوفيق كممثل للعرب، لكن المباراه صعبه. فريق سان داونز مش فريق سهل خالص. شخصيا اتوقع صعود سان داونز لملاقات النادي الاهلي في النهائي، وده تمني شخصي برضو ان احنا نكون بنقابل سان داونز في النهائي. فرقه الوداد فريق قوي طبعا لا يستهان به خالص، ولو النهارده حقق الفوز مش هتكون مفاجاه كبيره طبعا، لان هو وصل للدور ده فعلا عن جداره واستحقاق. لكن خلينا اقول ان فرقه سان داونز فعلا مش فريق سهل خالص، وعلى ملعبه اتوقع فوزه النهارده بنتيجه مريحه والتاهل ان شاء الله لملاقات النادي الاهلي في المباراه النهائيه. ان شاء الله طبعا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، وبنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا الناقد الرياضي فادي جمال، شكرا جزيلا ليك. شاهدنا بعد موجز لاهم الاخبار مع هاله. شكرا شاذلي. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية في دورتها 32 بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية. كان الرئيس السيسي أكد خلال كلمته أمام القمة العربية أن الحفاظ على الدولة الوطنية ضرورة لمستقبل الشعوب ومقدرتها، وشدد على أنه لا يصح أن تظل آمال شعوبنا رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية التي تضر بجهود تسوية الأزمات. كما أكد الرئيس السيسي أن الاعتماد على الجهود المشتركة والتكامل العربي لصياغة حلول حاسمة للقضايا أصبح واجبا. أكد الرئيس السيسي استمرار مصر في جهودها لتثبيت التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة، وحذر الرئيس السيسي خلال كلمته أمام القمة العربية من العواقب الوخيمة التي ستترتب على استمرار إدارة الصراع عسكريا وأمنيا. أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمعها بالمملكة العربية السعودية وبين الشعبين الشقيقين. وخلال لقائه في جدة مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة على تولي بلاده رئاسة القمة العربية في دورتها الحالية، معربا عن تمنية مصر وثقتها في نجاح السعودية في تعزيز العمل العربي المشترك خلال الفترة المقبلة. من جانبه أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا، ومشيدا بما تتسم به العلاقات من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة، مؤكدا تطلع السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة. أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي مناسك العمرة على هامش مشاركته في القمة العربية بالمملكة العربية السعودية، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. أعلن الجيش السوداني مقتل وإصابة المئات من عناصر قوات الدعم السريع خلال تصديه لمحاولة هجوم نفذته على قيادة الفرقة 16 مشاة بن يالا. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية إن قواتها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة ودمرت عشرات العربات المسلحة، مشيرة إلى توجيه ضربات لتجمعات قوات الدعم السريع في جنوب أمدرمان ووسط الخرطوم وبحرين، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات وتدمير عدد من العربات المسلحة.
قال الجمهوري كيفن ماكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي إن الأعضاء الجمهوريين في المجلس استأنفوا المفاوضات مع الإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن بشأن رفع حد اقتراض الحكومة البالغ 31.4 من 10 تريليون دولار. وكان البيت الأبيض قد أفاد في وقت سابق بأن التوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين الأمريكي لا يزال ممكنا، ولا يملك الجانبان سوى القليل من الوقت للتوصل إلى اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية أو المخاطرة بتخلف ماكارثي عن السداد. وحذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد تعجز عن سداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو. حجز النادي الأهلي مقعدا في نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي بفوزه على ضيفه الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب الدور قبل النهائي للبطولة، وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي. وأحرز حسين الشحات هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 22 من هجمة منظمة بدأها بيرسي تاو من عمق الملعب في الجبهة اليسرى ولعبها الأخير ببراعة من أعلى حارس. ويواجه الأهلي المتأهل من مباراة اليوم بين سان داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي بعدما تعادل ذهابا بدون أهداف في الدار البيضاء. فازت سمر حمزة لاعبة المنتخب الوطني للمصارعة بالميدالية الذهبية خلال منافسات البطولة الإفريقية المقامة حاليا بتونس، وتفوقت بطلة مصر الأولمبية سمر حمزة على لاعبة نيجيريا في وزن 76 كيلوغراما، وقدمت لاعبة منتخبنا الوطني أداء ونتائج طيبة طوال فعاليات البطولة. انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. نرحب بحضراتكم من جديد. امبارح القمة العربية 32 اختتمت عملها في مدينة جدة السعودية بحضور رؤساء وملوك وأمراء دول عربية كتير من بينهم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا بكل تأكيد قمة نتج عنها عدة توصيات في إعلان جدة، وده طبعا الهدف منه هو الحفاظ على المنطقة العربية وحل مشاكل الدول الشقيقة المجاورة لمصر من أجل توحيد الصف. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن نتائج هذه القمة اللي كانت في السعودية. بنرحب طبعا بالدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بالأهرام. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير جمانة. صباح الخير شاذلي. يا أهلا بك يا فندم. في البداية، ماذا فرضت أحداث المنطقة المتلاحقة الحقيقة على إعلان جدة خلته يختلف شوية عن إعلان الجزائر؟ من المعروف أن القضايا العربية واحدة. طيب قبل ما أتكلم عن مضمون التوصيات والقرارات، خلينا أتكلم عن السياق المختلف اللي تنعقد في القمة. أنا في اعتقادي هناك حالة عربية مختلفة، يعني السياق العربي أصبح مختلف. نقول أن الجسد العربي استعاد جزء كبير من عافيته السياسية والاقتصادية والأمنية، لأن بعد العشرية السوداء، وأنا سميها السوداء في معرفة بالرابع العربي، العالم العربي كان الجسد العربي كان عليلا، إرهاب، حروب مسلحة، لاجئين، دمار، تدخلات خارجية، طبعا ما فيش تنمية، طبعا لا توجد تنمية، كلها معاق. وبالتالي كان العمل العربي المشترك أو من سمى المنظومة العربية كانت تواجه تحديات كبيرة واختباق غير مسبوق. الآن هناك عافية عربية، هناك حالة عربية، هناك هذا الحضور العربي وهذه الرسالة المهمة في القمة العربية في جد. لماذا حدث هذا؟ حدث هذا طبعا بفضل وبسياسات مصر ودول القلب الصلب، مصر ومعها المملكة العربية السعودية، الإمارات، دول الخليج. حولت الدفة من منطقة صراعات وتوترات وحروب وتدخلات إلى منطقة الآن استعادت زمام المبادرة. الآن العمل العربي المشترك أصبح في حالة قوية بسبب جهود مصر في الفترات، في العامين الأخيرين أو ثلاثة أعوام، رأينا القمم الخماسية والثلاثية والرباعية وهذه الأمور، تنقية الأجواء العربية، تصفير المشكلات الإقليمية في المنطقة مع دول الجوار، هذه الأجواء تنعقد فيها القمة. الأمر الثاني أن الوضع العربي على المستوى الدولي زاد أهمية استراتيجية، يعني حضور الرئيس زيلينسكي في القمة وكلمة الرئيس بوتين والقمم العربية الصينية والعربية الأمريكية وغيرها بتعكس أيضا العالم العربي أصبح رقم فاعل في المعادلة الدولية والإقليمية. كل هذه المعطيات والمتغيرات هي ميزت قمة جدة حقيقة ربما عن القمم السابقة، ولذلك وجدنا حالة، يعني حالة عامة من الحضور الكبير للرؤساء وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجدنا حالة من الأجواء الإيجابية، وجدنا حالة من الاهتمام العالمي بالقمة. هذا من ناحية الشكل والمضمون. من ناحية الشكل، من ناحية المضمون طبعا القمة أعطت رسالة واضحة فيما يتعلق بما يسمى الثوابت العربي.
انا في اعتقادي هنبدا من الكلمه المفتاحيه للرئيس السيسي، وعندما يعني كلمه السر دائما هو الدوله الوطنيه. الرئيس السيسي في كلماته قال الدوله الوطنيه. لماذا الدوله الوطنيه؟ لان جزء كبير من مشكلات العالم العربي السابقه هو اهتزاز وضعف، لا نقول بل انهيار الدوله الوطنيه المركزيه في كثير من بعض الدول العربيه. لماذا؟ لان صعد في المقابل ميليشيات او مفهوم الميليشياوي، ميليشيات موازيه كانت مسلحه عسكريه هدت الدوله الوطنيه، وبتنا امام تعدد في السلطه، تعدد في المؤسسات العسكريه، تعدد في الكيانات. كل هذا طبعا ادى للتفتيت، ادى الى عقد الدوله، ادى الى زياده التدخلات الخارجيه، لان الخارج دائما بيلعب. اطراف كثيره بقت فعاله على الارض وبتحمل السلاح، تحمل سلاح، وهناك من يغذيها في الخارج. في هذا الوضع كان الرئيس السيسي يؤكد على مفهوم الدوله الوطنيه، دوله واحده، مؤسسه واحده، جيش واحد، شرطه واحده، لا توجد سوى سلطه واحده. هذا هو كلمه السر حقيقه، التي لان هذا هي المشكله في كثير من الازمات العربيه التي نواتها القمه، سواء في اليمن، في ليبيا، في السودان للاسف يعني انضم لهذه القائمه، وقبل ذلك في دول اخرى، لكن الدوله الوطنيه الحل. وذلك كانت الرؤيه المصريه في التعامل مع المشكلات التي يعني تناولتها القمه تتعلق بها الازمه في ليبيا او السودان او اليمن او في سوريا، في كل الازمات حقيقه، هو حفاظ الوحده الدوله العربيه، الدوله الوطنيه، رفض التدخلات الخارجيه، الحلول السياسيه التوافقيه العربيه. النقطه الثانيه في هذه القمه حقيقه والدلاله المختلفه والجديد فيها هو انها لاول مره هناك حلول عربيه للمشكلات العربيه. لماذا؟ لان في السابق كانت الازمات عربيه ولكن الحلول غير عربيه، كان هناك تدخلات خارجيه، يعني اداره سواء قوى اقليميه او قوى دوليه كانت تتشابك وتتنافس على المنطقه العربيه وفي هذه الازمات. صحيح. ليبيا ونسمع بقى المصطلح او التايتل بتاع مبعوث الامم المتحده في ليبيا، مبعوث الامم المتحده في، فبقت في تدخلات وفي اطراف يعني بتفرض سيطره داخل الدول العربيه. حتى يعني اضافه حتى من الى فكره المبعوث، هذا يعني اطار اممي يعني اطار شرعي، لكن المشكله في القوى الكبرى والقوى الاقليميه لا تتنافس، هي تغذي هذا الطرف او ذاك. كانت النتيجه ماذا؟ النتيجه ان الصراعات العربيه والازمات منذ اكثر من عقد من الزمن صراعات مفتوحه مزمنه ممتده لا توجد فيها لا حل سياسي ولا حل عسكري، الواقع الوضع كما هو عليه. هذا عقد تنميه، طبعا اجيال كامله دفعت التكلفه، يعني خرجت من التعليم، العالم العربي التكلفه الاقتصاديه والبشريه والعسكريه باهظه تصل الى مليارات المليارات من الدولارات. الاسوء يعني ما شفناش في اي سيناريو من السيناريوهات اللي حضرتك تحدثت عنها ما شفناش فيها حل الحقيقه بالطبع. على ارض الواقع. فدايما ما يؤكد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضروره الحل، يعني الحل الذاتي لكل دوله بدون اي تدخل في شؤون الدول العربيه الداخليه. طيب سؤال حضرتك هنا يا فندم، من خلال حديث سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه للدول العربيه ان تخرج من مشكلتها بنفسها، ان تجد الحل ذاتيا، ان يكون في بعض الحالات او بعض السيناريوهات التي تتطلب مصالحات داخل الدولة ذاتها بين أطراف حتى تحل المشكلة أو العقبة، شايف حضرتك من خلال المتغيرات الجيوسياسية وما يحدث في المنطقة العربية لأي مدى هذه الكلمة تعكس هذا الواقع، ومدى أهمية هذه الكلمة في هذا التوقيت تحديدا؟ هو بالطبع جمانة كلمة الرئيس السيسي هي بتضع تشخص وتقدم الحل، يعني تضع خريطة طريق في التعامل مع الأزمات العربية، لأن استمرار الأزمات العربية المفتوحة في بعض الدول العربية هي بسبب جرح في الجسد، يعني مستنزف دائما، هي بتعوق عن التنميه، لا يمكن الحديث عن تنميه في ظل صراعات وحروب وانقسامات، لا يمكن الحديث عن تنميه في ظل غياب الامن ودوله مستقره ودوله مركزيه ودوله فيها يعني صراعات ونفور، لا يمكن الحديث عن تنميه واستقرار وازدهار في ظل تدخلات خارجيه لا اجندات خاصه. ولذلك القمه اسهمت او عززت ما يسمى الحلول العربيه للازمات العربيه، يعني على سبيل المثال طبعا الازمه التي اندلعت في السودان الشقيق ونتاسف لها كثيرا بالطبع، يعني انخراط المملكه العربيه السعوديه وايضا بدعم من مصر وتنسيق مع مصر في استضافه اطراف الازمه، هذا بيؤكد الحلول العربيه، بيؤكد ان الدول العربيه تدخل لي هنا بقى النقطه المهمه للتسهيل، لان التدخلات الخارجيه هي تدخلات مغرضه لديها اغراض خاصه باجندات معينه، لكن دائما الحلول العربيه تنحاز للدوله، تنحاز للشعوب العربيه، للمصلحه العربيه، لحفاظ على وحده السودان واستقرار كل الدول العربيه، وبالتالي اكثر فعاليه واكثر نجاعه. ولذلك بجدنا هذا المدخل المهم. ايضا في اليمن هناك الان تبريد للازمه، هناك حلحله واتجاه نحو الحل. ايضا في ليبيا كانت تاكيد القمه والبيان الختامي وكلمه الرئيس السيسي وكل كلمات على الحفاظ على وحده ليبيا سيادتها واستقرارها والتعجيل بالحل السياسي المتمثل في خريطه الطريق لاجراء انتخابات رئاسيه وتشريعيه وفي اطار المصالحه الوطنيه الليبيه كما انت اشرت، لان الحلول الداخليه الاكبر والاقوى، لا يمكن فرض حلولنا الخارج، ولكن ابناء الدوله الواحده، ابناء من خلال التوافق
ما قامت به مصر حتى في ليبيا عندما استضافت الفرقاء ولتهيئة البيئة والمصالحة أيضا في الجانب الفلسطيني في كل الأجواء، حقيقة بتعكس أن انطلق العرب زمام المبادرة، وأن المرحلة المقبلة تمثل أهمية كبيرة، لأن مصر وفلسفة السياسة الخارجية المصرية والتعامل مع الجانب الدائرة العربية قامت على ثلاثة مسارات متوازية. المسار الأول هو مواجهة التحديات والأزمات، حل الصراعات في المنطقة، تسوية الحروب وإنهائها في إطار حلول عربية وفي إطار الحفاظ على الدولة الوطنية. هذا المسار يعني يمثل أهمية كبيرة. المسار الثاني بالتوازي مسار التنموي. مصر أن تقدم نموذج تنموي، لأن هما الاثنين مرتبطين ببعض. تحقيق التنمية والازدهار هيجفف بيئة الصراع وبيئة العنف وبيئة الإرهاب والتطرف وبيئة الفقر، كل هذا بيمثل أهمية. هذا المسار التنموي بيسير بالتوازي وفي إطار ما يسمى التشابك العربي العربي، يعني دول القلب الصلب مصر السعودية دول الخليج تقدم نماذج تنموية بحيث أنها يكون يمثل قاطرة للعمل العربي التنموي الذي يقود إلى ازدهار المنطقة مرة أخرى. ثم المسار الثالث وهو التعامل مع التحديات العالمية والإقليمية، خاصة استقطاب الدولي في النظام الدولي الحالي حالة غير مسبوقة بين أمريكا والغرب وروسيا من ناحية على هامش أوكرانيا، بين أمريكا من ناحية والصين من ناحية أخرى على هامش تايوان. في هذا استطاعت مصر ومعها الدول القلب الصلب أن تبلور ما يسمى السياسة الخارجية الرشيدة النزيهة الفاعلة. ماذا تعني؟ تعني بناء شراكات مع الكل، عدم تنويع هذه الشراكات، تعظيم المصالح العربية، عدم انحياز لشراكة أو استبدال شراكة بدولة بشراكة أخرى، عدم الدخول في الاستقطاب في الأزمة الأوكرانية. هذا أكسبها المصداقية والحيادية، ولذلك جاء التنافس الدولي، جاء الرئيس زيلينسكي بدعوة إلى القمة العربية، بيعكس الآن أن العالم العربي لم يعد مفعول به كما كان في السابق، الآن أصبح فاعل في الخريطة الدولية في النظام الدولي. وهذا نقطة مهمة. لماذا كل هذا؟ بفعل السياسة المصرية الرشيدة، فكرة أن استعادة الجسد العربي العافية العربية ستمكن العرب من التفاعل بإيجابية سواء على مستوى التحديات أو على المسار التنموي. ولذلك القمة جد هذه المرة حقيقة نقول أنها عكست روحا إيجابية، روح جديدة في المنطقة العربية التي كنا يعني وصلنا لمرحلة من الإحباط بسبب الانقسام العربي والتفتيت وهذه الصراعات وكل هذه التحديات. عظيم. عايز ارجع بس مع حضرتك لاعلان الجزائر في العام الماضي. القضايا العربيه زي ما قلنا ان هي قضايا ثابته والمواقف الى حد ما ثابته. احنا عندنا طبعا القضيه الفلسطينيه هي الاساس، ودي كانت البدايه حتى في بدايه كلمات كل القاده والزعماء العرب ان هي قضيه العرب الاساسيه. كان هناك حديث في العام الماضي عن ما يحدث في اليمن، اعتقد ان الاوضاع هدات كثيرا في اليمن في انفتاح مع ايران خلال هذه المرحله، ودي برضو من التطورات اللي حصلت. كانت القمة السابقة تناقش التدخلات أو التدخلات الخارجية، ودي قلت بشكل كبير جدا خلال هذه الفترة. الأزمة الروسية الأوكرانية برضو نقشت في العام الماضي. كل هذه الأمور الأهم والأبرز فيها حاليا والجديد فيها حاليا هو الانفتاح مع إيران، هذا جانب، والجانب الآخر هو عودة سوريا مرة أخرى إلى الجامعة العربية. ما هي أهمية وجود سوريا حاليا في هذا التوقيت في الجامعة العربية، وانعكاساتها أو انعكاسات وجود سوريا على العمل العربي المشترك، وماذا ستستفيد سوريا خلال الفترة القادمة؟ بالفعل شاذلي هذه نقطة مهمة. أولا يعني القمة تنعقد في أجواء مختلفة مغيرة تماما، يعني كانت في القمة السابقة في ظل صراعات وتوترات واستقطابات وتدخلات خارجية وتوترات مع قوى إقليمية، نحن الآن في أجواء رياح كده تهب على المنطقة، رياح التصالح التوافق حتى داخل البنية العربية البيت العربي، رأينا يعني تنقيط الأجواء والمصالحات العربية العربية والمصالحات بين العرب ودول الجوار. هذه الأجواء بالطبع كان لها انعكاس إيجابي على الأزمات العربية، ومنها طبعا الأزمة في سوريا في اليمن. بالنسبة لسوريا أعتقد أن ما يميز ربما من أحد يعني الأمور الإيجابية في قمة جدة هو عودة سوريا وحضور الرئيس بشار الأسد للقمة. ماذا تعني عودة سوريا؟ عودة سوريا تمثل أهمية كبيرة. أولا نتذكر أن سوريا هي أحد ركائز العمل العربي، يعني هناك دائما مثلث مصر السعودية سوريا. سوريا هي من دول القلب العربي التي كان لها دور مهم في الجامعة العربية في العمل العربي المشترك. وعودة سوريا هي عودة للوضع الطبيعي، لأن غياب سوريا أو استبعاد سوريا كان وضع استثنائي. ما حدث هو عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي كدولة فاعلة رائدة. بالنسبة للعمل العربي المشترك، سوريا ستفيد العمل العربي، دولة قوية، دولة مهمة، دولة مركزية، دولة تمثل بوابة شمالية للعالم العربي، ايضا في اطار يعني استعاده الجسد العربي ككل، لان التكامل العربي ككل والمنظومه العربيه والنظام العربي يعني واجه تحديات بخروج دول عن يعني خارج السياق، منها سوريا طبعا بسبب الحرب، لكن عودتها تعطي قوه للمنظومه العربيه التي بدورها ستعطي قوه للعرب في التعامل مع التحديات والمتغيرات سواء الاقليميه في تحقيق التنميه او التعامل في النظام الدولي الذي يمر بمرحله سيوله ويعني تعدد وانتقال. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى سيكون لها مردود ايجابي على سوريا، لأن سوريا طبعا يعني تراكمات أكثر من 12 عاما من الصراع والحرب
هناك نصف الشعب السوري طبعا يعني للاسف يعني المهاجرين في الداخل والخارج، هناك يعني كارثه الزلزال والتي يعني زادت يعني التحديات، هناك يعني ميليشيات ارهابيه، هناك تحديات كبيره، كان هناك تدخلات خارجيه، وبالتالي عوده سوريا ماذا تعني؟ تعني اولا زياده الدور العربي في دعم سوريا سواء على المسار السياسي في حل الحل السياسي وفقا طبعا لقرارات الامم المتحده 22 قرار 2254 تحقيق توافق سوري كما اشارت جمانة، الحل الوطني الداخلي، التوافق بين كل القوى السوريه في اطار الحفاظ على وحده سوريا وسياده سوريا، ويعني التنوع والتعايش في اطار الدوله المواطنه التي تحمي الجميع، هذا من ناحيه، فبالتالي تسريع الحل السياسي من ناحيه نقطه مهمه جدا حتى في قرار الامم المتحده في موارد انسجام مع قرار الامم المتحده بالطبع. حضرتك بتذكره دلوقتي، طبيعه العلاقه هتكون عامله ازاي ما بين الحكومه هناك والمعارضه؟ يمكن السيد احمد الغيط ده يعني اتكلم في النقطه دي تحديدا وقال ان سوريا بحاجه الى الدعم السياسي، شكل الدعم السياسي هيكون عامل ازاي؟ هذا الدعم السياسي مهم لان اولا هو يهيئ البيئه ويعني ما يسمى التسهيل، يعني الدول العربيه لا تفرض شروط ولا تفرض حلول، ولكن هي تجمع الاطراف وتوفق ويعني تساهم في ازاله القضايا العالقه بين الطرفين، يعني هناك اعتقد مصلحه للدوله السوريه والمعارضه في حفاظ على وحده سوريا وان تنتقل سوريا للازدهار، لان استمرار الحرب الكل خاسر، يعني من سيستفيد من الحرب والصراع؟ الحرب تعني الدمار، لكن التعايش والتوافق والحلول السياسيه مش محصوره فقط في سوريا ولكنها امتدت للدول العربيه، كل الدول العربيه، يعني ماذا جنت اي طرف من الصراعات والتعب؟ يعني دمار ونجد انشاءت دمار ثم دمار وهروب وارهاب ولاجئين ونازحين، يعني اوضاع ماسانيه صعبه، وبالتالي الدور العربي سيساعد سوريا سياسيا في الخروج والحل الازمه بشكل نهائي، لان الدور العربي ايضا دوره محايد ليس على خلاف الاطراف الاخرى الغير عربيه التي كان لديها اجندات خاصه. النقطه الثانيه الدعم الاقتصادي، سوريا بحاجه لدعم اقتصادي، يعني سوريا حتى تعيد النازحين واللاجئين تحتاج الى تهيئه البنيه التحتيه في سوريا، يعني الامور يعني صعبه هناك، لان يعني حدث هناك يعني دمار في مدن كامل باكملها يعني في 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 حلب وغيرها، وبالتالي الدعم الاقتصادي العربي تحقيق التنميه، يعني تقدر الارقام ان سوريا تحتاج لاكثر من 400 مليار دولار لإعادة الإعمار، فهذا نقطة مهمة. نقطة تحديدا الدعم الاقتصادي، يعني الكل يعلم أن سوريا أو النظام السوري حاليا يعني يتعرض لعقوبات من الغرب حتى في مسألة هذا الدعم الاقتصادي تحديدا، إزاي ممكن الدول العربية تساعد سوريا اقتصاديا في ظل هذه النقطة تحديدا؟ دي من نقطة، مع العلم أيضا أن نبرة الغرب حتى تغيرت، يعني في البداية كان هناك اعتراض على عودة سوريا مرة أخرى لجماعة الدول العربية، ثم تغيرت النبرة مرة أخرى وعادت سوريا وفي انتظار تنفيذ قرار الأمم المتحدة زي ما حضرتك ذكرت. يعني جمانة، طبعا العقوبات الغربية وعقوبات أمريكا ما يسمى قانون قيصر وبشكل تحدي طبعا بالطبع لعائله اعمار سوريا، لانه يحتاج طبعا الى استيراد معدات واستيراد اشياء كثيره ويعني والمساعدات، لكن هذا لا يمنع الدعم الاقتصادي العربي. لماذا؟ اولا لان هذا يرتبط بعلاقات الدول وسياده الدول في قراراتها وتوجهاتها، لا احد يفرض وصيه على الاخر. الامر الثاني، النقطه المهمه، ان العقوبات الامريكيه هي غير ملزمه للدول الاخرى، بمعنى ليست صادره من مجلس الامن الدولي فبالتالي تلتزم بها الدول الاخرى مثل وفق الفصل السابع، العقوبات الامم المتحده لمجلس الامن هي الملزمه لكل الدول وبالتالي على الدول الا تخالفها، لكن عندما تفرض امريكا عقوبات انفراديه هذا خاص بامريكا كما حدث في الازمه الاوكرانيه والفرض العقوبات على روسيا، ليست هي عقوبات خاصه بمصالح هذه الدول، ليست ملزمه كلي كدوله في دول اخرى في العالم ان لديها مصالح. الامر الثاني، بالفعل هناك الان تعاون اقتصادي وهناك يعني الدعم العربي موجود، واعتقد عوده سوريا كان قرارا عربيا استراتيجيا رغم التحفظات عفوا والمعارضات، لكن في نهايه المطاف السياسه متغيره طبعا. قوه الموقف العربي هي التي بتجعل وتغير مواقف الاخرين، يعني نؤكد هذه النقطه ان استعاره الجسد العربي العافيه العربيه هذا بيمثل اهميه كبيره، بيعطي رسائل للاخرين، لكن طالما العالم العربي هناك ضعف هناك يعني هناك تمدد وهناك يعني تجرؤ على المنطقه العربيه وتدخلات، وبالتالي عوده سوريا تمثل اضافه وقوه. أنا في اعتقادي الفترة المقبلة ستشهد حالة من الزخم الكبير والدعم الاقتصادي والتعاون والاقتصادي الكبير بين سوريا والدول العربية، واعتقد أن هذا مهم. دعنا نتحدث عن القضية الفلسطينية، يعني أيضا في كلمة الرئيس السيسي لأنها مهمة جدا، طبعا بعد ما شهدنا الهجمة الأخيرة للعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واستمرار انتهاك الأقصى والمقدسات، وهنا أيضا كلمة السر أيضا الرئيس السيسي وهو وضع الحل والتشخيص والحل. القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية، لا يمكن الحديث عن استقرار او امن في المنطقه او اي شيء بدون حل عادل ودائم وشامل للقضيه الفلسطينيه، يعني ببساطه اقامه دوله فلسطينيه على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقيه،
ده وفقا للقانون الدولي للمرجعات الدوليه. اما اي سلام على الطريقه الاسرائيليه او الحيز الامريكي لها الدوله الفلسطينيه كانتونات، بناء مستوطنات، فرض امر واقع، لا يمكن ان يطمس الحقوق الفلسطينيه، لا يمكن ان يحقق الامن لا لاي دوله ولا الاسرائيليين. السياج الوحيد الذي يحقق الامن للاسرائيليين هو التعايش والسلام الدائم. الشعب الفلسطيني من حقه كدوله، وهذه الرساله المصريه الواضحه التي يفهمها كل دول العالم بلغه القانون ولغه قوه الحق. اما لغه التهديد والانتهاكات والعدوان والقصف وقتل المدنيين، هذه اللغه يعني لن في النهايه ستزول، لان هذا غير منطق يعارض حتى المنطق الانساني. كل صحيح. الدول من حقها ان تعيش، على فلسطين حقها ان يعيش كدوله. وبالتالي ايضا اكدت على ثوابت القضيه الفلسطينيه، ايضا دعم مصر الدائم للفلسطينيين سواء في تخفيف المعاناه عن الشعب الفلسطيني. يعني راينا الجهود المصريه في تحقيق التهدئه. وعلى فكره هذه نقطه مهمه، لان العالم تنفس الصعداء، الكل اشاد بالموقف المصري. لماذا؟ لان انفلات الامور او خروج الامور عن السيطره واشتعال الحرب سيشعل المنطقه في الشرق الاوسط مره اخرى، هذا سيهدد مصالح كل الدول. ولذلك نتذكر في مايو 21 عندما تدخلت مصر، شكر الرئيس بايدن واتصل بالرئيس وشكره كل الدول، الامين العام المتحده. هذا بيعني قوه مصر، ثقل مصر. مصر تنحاز دائما للاستقرار. غزه ليست فقط هي جزء من الامن القومي المصري، مصر ليست وسيط، ان مصر شريك في هذه الامر ومصلحتها. وبالتالي كانت القضيه الفلسطينيه ايضا محوريه ورساله مهمه في هذا التوقيت، لان اسرائيل استغلت حاله الانشغال العربي والازمات العربيه والصراعات والميليشيات الارهابيه في فرض امر واقع في الجانب الفلسطيني. وبالتالي هنا الرساله العربيه قويه، ان العالم العربي موحد انه مع الحق الفلسطيني ومع الدوله الفلسطينيه. انعكاسات بقى هذه الوحده العربيه وتحديدا في القضيه الفلسطينيه شفناها تاثيرها على كثير من الدول، وفي دول غيرت رايها وفي دول متخذه موقف الاستعداد للدخول في الوساطة. كلمة بوتين بالأمس تحدث عن أنه مستعد للتدخل في أزمات المنطقة وعلى استعداد التدخل لحل أو المساعدة في حل القضية الفلسطينية. هل يستطيع بوتين بالفعل أن يتدخل أو يساعد في حل القضية الفلسطينية؟ يعني دعنا نقول، يعني نكون واقعيين صراحة، القضية الفلسطينية وهذا الملعب هو ملعب أمريكي. يعني الملعب الروسي ربما، الدور الروسي ربما دور محدود فيه مثل الدور الأوروبي. المشكلة ليست في الدور الروسي أو في الدور الأوروبي أو في أي أدوار، المشكلة تظل في الجانب الإسرائيلي. نحن يعني أمام حكومة متشددة يمينية لديها يعني مزاعم وهمية، لديها أيديولوجيات دينية، يعني كل هذا بيقود المنطقة لحافة الهوية. هذه مشكلة. فالتعنت الإسرائيلي ورفض إعطاء الفلسطينيين حكومة مشروعة هو المشكلة. الأمر الثاني هو الحيز الأمريكي. يعني كنا نتمنى، وعندما جاء الرئيس بايدن وقال حل الدولتين واتفقنا خيرا واستأنف المساعدات للفلسطينيين والأونروا، لكن حتى الآن بعد أكثر من عامين ونصف لم يترجم لم يعقد مؤتمر حتى يعني جولة مفاوضات واحدة أو سلام واحدة. وحتى اعترف الرئيس بايدن في أحد يعني اللقاءات قال أن هذا صراع ممتد وميؤوس منه حل منه. وبالتالي حل القضية في أن يكون هناك دور أمريكي فاعل، الضغط على الجانب الإسرائيلي. أمريكا هي الطرف الوحيد القادر على الضغط على إسرائيل. نحن في ظل أطراف صعبة، لكن في المقابل وجود موقف عربي، وجود وحدة فلسطينية ومصالحة فلسطينية، وجود موقف موحد، كل هذا بيدعم الحق العربي وعلى الأقل بيحجم ويرضع من هذا العدوان الإسرائيلي وهذا التمدد وهذا التوغل على الحقوق الفلسطينية. وأنا في اعتقادي أن هناك حالة تعاطف دولي الآن مع الفلسطينيين. يعني فلسطين قادوا في الأمم المتحدة كمراقب، هناك تعاطف دولي، لأن جرائم إسرائيل عندما يعني تعتدي على المصلين في المسجد الحرام، إزاي بقى ممكن استغلها يعني حالة التعاطف دي؟ بالطبع حالة التعاطف، لأن هذا الشعب قوة سلاح وقوة دمار مع في مجال قوة حق. الفلسطينيين يكون غير الحق الشرعي. وكما أشرنا هناك يعني العالم الآن يتعاطف مع يعني حق الفلسطينيين كلهم دولة يعيشوا في سلام. عندما يكون الجانب الإسرائيلي، لكن هل التعاطف وحده يكفي يا فندم؟ التعاطف جزء من الضغط على الرأي العام وجزء من عزل إسرائيل، لأن إسرائيل كانت تروج لنفسها أنها دولة ديمقراطية تواجه إرهاب، أنها دولة ضحية. الآن إسرائيل أمام العالم أنها دولة معتدية. عندما تعتدي على المصلين في المسجد الأقصى، على الشاشات الكل يرى هذا الأمر، تقتل الأطفال والنساء. وبالتالي هناك متغيرات جديدة. القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية. هناك الجهود المصرية والعربية مستمرة. القمة العربية أعطت رسالة بأن الموقف العربي موحد وأن لم تغب القضية عن الأجندة العربية. وأعتقد هذا كلها تمثل تطورات مهمة في إطار حل الأزمات العربية. طيب دكتور، يعني أيضا دعوة الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وفي نفس التوقيت رسالة الرئيس الروسي بوتين، ونقد هذه القمة في نفس توقيت انعقاد قمة السبع، وحرص الرئيس زيلينسكي على الحضور، وأيضا حرص الرئيس بوتين على إرسال هذه الرسالة. هذه أحد الدلالات المهمة أيضا لكلمة جد. لماذا؟ لأن العالم العربي أصبح جزءا من تفاعلات النظام الدولي. يعني عندما يأتي الرئيس زيلينسكي ويعطي الرئيس بوتين كلمة عبر برقية للقمة، وهذا الاهتمام بيعكس يعني الآن أن الدول العربية والعالم العربي أصبح فاعل في المعادلة.
النظام الدولي الحالي يمر بمرحلة تحول مهمة من الحدود القطبية الأمريكية إلى نظام متعدد، هناك روسيا هناك الصين. الأمر الثاني، هذا أيضا نتاج السياسة الحاد الإيجاب اللي انتهجتها مصر ومع أيضا مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الإمارات، وهو في الأزمة الأوكرانية عدم الحياز لطرف ضد طرف آخر، ولكن التبني السياسي الحياد والحياد الإيجابي. رأينا الدول العربية يعني شكلت وفدا وزاريا عربيا لحل الأزمة في العام الماضي، الرئيس السيسي ناشد أكثر من مرة وكان يعني في مؤتمر كوب 27 بحل الأزمة سلميا بسبب منطق بسيط، وهو أن استمرار هذه الحرب لا يحقق أهداف أي طرف، لأن الحلول العسكرية تؤدي للدمار وتؤدي للتداعيات السلبية. مصر بالطبع تضررت كثيرا من استمرار الحرب سواء في الأمن الغذائي وفي العالم كله تضرر بالطبع. صحيح. وهناك مصلحة مصرية وعربية وعالمية في إنهاء هذه الحرب، وإنهاء هذه الحرب لا يمكن خلال العسكرة، لأن هناك يعني حالة من اللا حسم وحالة من الجمود العسكرية، مدينة مثل بخموت يعني 9 أشهر ولم يتم يعني حتى يعني حسم الأمور فيها. صحيح. هذا يعني لابد من العودة للحوار. هنا يبرز الدور العربي. لماذا الدور العربي؟ لأن الدور العربي دور محايد. يعني حتى عندما قدمت الصين مبادرة، الغرب تعاملها بتشكك، لأن الغرب يحسب يحاول حسب يعني أن الصين محسوبة على روسيا، وبالتالي على خلاف حتى الأدوار الأخرى والمبادرات الأوروبية، الجانب العربي لديه مصلحة، لديه علاقات مع كلا الطرفين سواء مع روسيا أو مع أوكرانيا، وحضور الرئيس الأوكراني وكلمة الرئيس السيسي تؤكد هذه نسبة عفوا تؤكد الحيادية العربية، وهذا يعطي أيضا دورا عربيا في الفترة المقبلة. أنا في اعتقادي لأن هناك قناعات لدى كل الأطراف بأنه لابد من تغيير المسار، من الرهان على المسار العسكري، رغم أن أمريكا حتى الآن حتى هذه اللحظة الصباح يعني قدمت مساعدات لأوكرانيا ترى الحل العسكري واستمرار الأزمة، لكن هناك قناعة بأن لابد من الحوار. هنا يبرز الدور العربي، وحضور الرئيس زيلينسكي وكلمة الرئيس بوتين بتعكس هذه الحيوية العربية التي كما أشرنا هناك حالة عربية جديدة، هناك وضع عربي مختلف. العالم العربي الآن أصبح على الساحة الرئيسية، أصبح في المعادلة الدولية والإقليمية، أصبح طرف فاعل ودولي بفضل أيضا التماسك العربي والجهود التي قضتها مصر في هذا البنية العربية واستعادة الجسد والعافية العربية. عظيم. هنبعد شوية عن الجانب السياسي ونروح للجانب الثقافي، على الرغم أنه برضو يعني ليس ببعيدا عنه بكثير، لكن من ضمن إعلان جدة هناك حديث عن مبادرات ثقافية مهمة جدا للحفاظ على اللغة العربية، للحفاظ على الهوية العربية والثقافة العربية. أهمية ده إيه؟ ومن ضمن هذه المبادرات مبادرة لتعليم اللغة العربية للأجيال الجيل الثاني والثالث من أبناء العرب المقيمين في الدول الأوروبية. يعني بالطبع الجانب الثقافي مهم، اولا من عده زوايا. الزاويه الاولى القوه الناعمه العربيه، لان الدول العربيه لديها ميزه مختلفه عن كل الدول، لديها هناك لغه مشتركه تجمع 2 دولة عربيه. اللغه العربيه هي لغه ايضا لغه من ضمن لغات الامم المتحده الاساسيه، اللغات السد، واحتفلت الامم المتحده بيوم اللغه العربيه كما راينا في الفتره السابقه. هناك تحديات تواجه اللغه العربيه بالطبع، يعني مع السوشيال ميديا، مع يعني مع تباين الانظمه التعليميه، وبالتالي هذه المبادرات تمثل اهميه كبيره، لان القوه الشامله ليست فقط القوه العسكريه والاقتصاديه، هي القوه الثقافيه، القوه الناعمه، القوه الثقافيه في وجود اجيال جديده تعي وتدرك باهميه العمل العربي المشترك، باهميه التاريخ العربي، باهميه المستقبل العربي، لان يعني بلغه المنطق والبراجماتيه اللغه تجمع العرب وحدتهم هو في مصلحه الكل، لان التفرقه والانقسام والتفادت هو يضعف الكل، والعالم الان يعني يتجه الى التكتلات، يتجه الى التحالفات. يعني نجد دائما في كل التحالفات حتى الغربيه والاسيويه، الصين لديها تحالفات ومنظمه شنغهاي، وبالتالي هناك فرصه مهمه للعالم العربي كقوه، لديه كل المقومات، لديه قوه اقتصاديه، قوه بشريه كبيره، لديه قوه ثقافيه، لديه قوه دينيه، قوه تاريخيه، يعني قوه مختلفه نستطيع ان نوظفها في اطار تحقيق الازدهار، وبالتالي هذا سيكون له مردود ايجابي على تحويل هذه المنطقه، يعني كما اشار كلمه المشهوره لسمو الامير محمد بن سلمان، تحويل المنطقه من الشرق الاوسط منطقه صراعات الى اوروبا الجديده. هذا لا تحقق ايضا الرؤيه المصريه فيما يتعلق به ان التيار او يعني مسار الازدهار والتنميه والاستقرار هو الذي يسود، اما مسار التدمير والارهاب والخراب والحروب. صحيح. في النهايه من دفعت الثمن الشعوب. صحيح. العربيه والتكلفه كانت باهظه وللاسف يعني كبيره جدا على المنطقه. بكل تأكيد، ونشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات. دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بالأهرام، نورتنا يا فندم في سوري. شكرا جزيلا فندم. شكرا فندم. مشاهدينا نروح لفصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم ما تبقى من فقرات صباح الخير يا مصر. ما زال الحديث عن الحوار الوطني مستمر، ونواب البرلمان كان ليهم مشاركة كبيرة في جلسات الحوار الوطني وعندهم أفكار كتير فيما يخص الملفات اللي بتهم المواطن. خلينا نتابع مع حضراتكم لقاء مع النائب هشام الحصري مقرر لجنة الزراعة للحوار الوطني.
الحقيقة احنا النهاردة يعني انا شاركت في الجلسة الخاصة بالثقافة والهوية الوطنية. الجلسة جلسة سريعة جدا، شارك فيها العديد من الخبراء في هذا الامر ومن ممثلي الاحزاب والاتجاهات السياسية. استفدت جدا من وجودي في الجلسة، لان الحقيقة الهوية الوطنية ده من الموضوعات المهمة جدا اللي احنا المفروض يعني نبدأ ننظر لها بنظرة مختلفة من اجل التأكيد على الهوية الوطنية للمواطن المصري اللي جمعت بين العديد من الثقافات، الثقافة الفرعونية والثقافة الإسلامية والثقافة المسيحية والثقافات اللي اكتسبناها من دول حوض البحر الأحمر، حوض البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. وبالتالي النهاردة أنا محتاج أدعم هذه الهوية الوطنية ودعم الانتماء، وخصوصا عند الشباب اللي هم الحقيقة قد يكونوا غير ملمين ومدركين لتاريخهم ولتاريخ بلدهم وللبطولات اللي قام بيها المصريين، واللي أكدت أن المصري هو خليط بين كل هذه الثقافات وثقافة مختلفة عن كل هذه الثقافات. يعني رغم أن احنا ثقافتنا مبنية من ثقافات متعددة، لكن لنا هوية ثقافية متميزة وهوية وطنية متميزة عن كل دول العالم. الحقيقة نرجع بقى لموضوعنا وهو ما يتعلق بموضوع محور الزراعة والري. الزراعة والري على أولوية الاهتمامات في الدولة المصرية، ويمكن السيد الرئيس في كل حواراته بيؤكد على ذلك نتيجة العديد من الأسباب، آخرها طبعا الظروف اللي مر بها العالم سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليه من نقص في إمدادات الغذاء وارتفاع أسعار الغذاء عالميا. وده رتب علينا في مصر إن احنا لازم نفكر بطريقة مختلفة مبنية على ان احنا نحقق جزء من الاكتفاء، او هنقول اكتفاء ذاتي نسبي، وخصوصا في المحاصيل الاستراتيجية. والحقيقة احنا كمجلس نواب بالتعاون مع الدولة، لان احنا جزء من اجزاء الدولة، بدأنا النهاردة نفكر في يعني اعداد قوانين، وقد سبق واعدادنا قوانين زي قانون الزراعة التعقيدية، قانون الري، قانون الزراعة العضوية، بحيث ان ده يدعم التوجه الموجود دلوقتي في التوسعات الأفقية والرأسية من أجل توفير الغذاء للمواطن المصري. على هامش جلسات الحوار الوطني بفعالياته المختلفة بجلساته المختلفة سواء السياسية أو الاقتصادية أو حتى المجتمعية، دلوقتي معنا لقاء مع إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. تقدمت النهاردة كممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برؤية في الجانب الإجرائي لقانون الوصاية على المال. كانت الإجراءات بتتلخص في مجموعة من التحديات اللي بيواجهها الولي على المال والتوصيات اللي احنا نستطيع ان احنا نخرج بيها. كان بالنسبة لنا أول توصية اتكلمنا فيها النهاردة اللي هي فكرة سرعة الإجراءات وعدم بطئها، بمعنى ان ما ينفعش يكون عشان يقدم الولي أو الوصي على المال طلب ان يترد عليه في خلال شهر في امور ماليه بسيطه، فاحنا مش عايزين نزيد الطفل يطمن بعد وفاه والده بان احنا بنبطله الاجراءات في صرف مستحقاته. كمان اتكلمنا على فكره ان احنا محتاجين يكون في جزء مخصص من اموال القاصر تحت الوصايه، يعني هي موجوده في الوصايه بس يكون للولي حق التصرف فيها مباشره بدون الرجوع الى النيابه اللي هي المختصه لشؤون المال، ودي بنستخدمها في حالات اللي هي العلاجيه الحرجه، زي مثلا ان طفل يحتاج ان هو يعمل عمليه الساعه 2 بالليل وهو لديه اموال، يعني هو والده ضارك له اموال، فهل ممكن ان احنا ننتظر او نخلي الولي اللي هو ممثل مثلا في الام على سبيل المثال ان هو يروح يستلف هذا المال عشان خاطر يعمل هذه العمليه؟ لا، فاحنا بنجنب جزء هو كده كده بيتابع بيتم مراجعته في النيابه المختصه في الحساب الختامي. احنا محددين الفكره ان لازم تكون في حالات حرجه مختصه بحالات العلاج او تامين القصر نفسه، على سبيل المثال ان حصل حريق في المنزل اللي هو موجود فيه القاصر، فهل يصح ان احنا ما نامنش مكان للقصر ان هو يبقى موجود فيه في ذلك التوقيت؟ كمان اتكلمنا على سرعه الرد في حاله ما اذا ثبت للولي على المال عدم الاهليه، ان يكون عندنا رد سريع في عشان ده مصلحه القصر لان هو عديم اهليه وممكن يتصرف في ماله، ففي الحاله دي لازم يبقى في عندي رد سريع من الاجراءات. الدوله اتجهت الى التحول الرقمي واحنا سياسه الدوله كلها بتتكلم عن الرقمنه، فاحنا بنتكلم ان احنا عندنا محتاجين اجراءات استكمال لاجراءات التحول الرقمي اللي حصلت في 8 محافظات على مستوى الجمهوريه، في المحاكم المختصه
8 محافظات. احنا بنقول ان احنا عايزين نستكمل هذا الموضوع على مستوى الجمهوريه ومحتاجين ابلكيشن. ليه الست او الوزلي ما يطلبش الطلب ده من خلال الابلكيشن ويتم عليه الرد في خلال 24 ساعه؟ لان ده امر ضروري وهام. كمان اتكلمنا على فكره ان بلاش نبقى اغلب الردود مهتمه بالهوى الشخصي للخبراء، لان هناك فروق اجتماعيه ما بين القصر وبين بعضيهم. في حد والده سايب له ثروه كبيره جدا وحد تاني لا. كمان فلازم يبقى في آلية للتقييم، يعني ما تخضعش للهوى وفي كون في معايير. طبعا هنفضل نتابع مع حضراتكم فعاليات وتطورات جلسات الحوار الوطني من خلال لقاءات مختلفة تتحدث عن المحاور المختلفة الثلاث للحوار الوطني: المحور الاقتصادي والسياسي وبالطبع المجتمعي. كده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعة. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.